بيظهر لنا. هو حاليا لسه جايب زيرو، فمش عارف بقى، بيتأخر شوية على ما يبدأ يروح للناس. تمام، السلام عليكم، انا احمد الامام وبودكاست جديد، والنهارده معانا محمد سويلم. باشمهندس محمد من الناس اللي عامله قناه على يوتيوب وبيتكلم عن المايكرو سيرفيس، وليه سيريز كويسه جدا، انا شفت اجزاء كبيره منها، كلام عظيم بصراحه. وهو حاليا برضو شغال على حاجات بيتكلم في نفس المواضيع اللي انا بتكلم فيها، فكانت فرصه كويسه ان احنا نجيب حد يعني بيتكلم في نفس المواضيع، فهيبقى فيه مناقشة إن شاء الله تبقى كويسة هتستفيدوا منها. النهاردة هنتكلم عن المايكرو سيرفيس. احنا مش هنتكلم تحديدا بقى يعني بالتفصيل يعني ايه مايكرو سيرفيس، بس هنحاول نركز اكتر على المشاكل اللي بتقابلنا واحنا شغالين بيها. بس برضو باشمهندس محمد هيقول لنا في البداية برضو يعني ايه مايكرو سيرفيس، بس باختصار ان شاء الله. ازيك يا باشمهندس محمد؟ انا سعيد جدا ان انت معايا النهاردة. الله يخليك، ازيك يا هندسه؟ طيب قول لنا، هتكلمنا في ايه الاول باختصار؟ يعني التوك كله هتتكلم في ايه؟ التوبكس اللي انت ناوي تغطيها؟ يعني هو زي ما انت قلت، ان شاء الله النهارده هنحاول ان احنا نتكلم ايه المشاكل اللي موجوده في المايكرو سيرفيس. بعد ما نقول المايكرو سيرفيس، بس هنحاول ان احنا نبروجكت من على الفوائد للشركات قبل ما تكون للديفلوبرز. فهناخد الموضوع نظره من فوق، وهنحاول نغوص مع بعض كده ان شاء الله لغايه لما نشوف هنخلص في بآخر حاجة نقدر نوصل لها بإذن الله. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول ونتكلم ونقول هو ايه المايكرو سيرفيس اركتكتشر وليه اصلا موجود يعني. طيب، هو في الحقيقة قبل ما نبدأ وأقول إيه المايكرو سيرفيس، أنا حابب إن أنا أجي أرجع لورا شوية. من أول نتكلم الأول على إيه هو الكلاود نيتف، وليه أصلاً هنحط كلمة كلاود نيتف في السكوب بتاع كلامنا النهارده. في العموم الشركات، زي ما كل الناس عارفة، أول لما بدأ يظهر الكلاود كومبيوتينج، الشركات بدأت إن هي تتوجه للكلاود كومبيوتينج نتيجة للفوائد اللي رجعت من الكلاود كومبيوتينج، من توفير فلوس، من سهولة في الاستخدام، من سيكيورتي، من راحة للدماغ خالص من المشاكل اللي بتبقى موجودة عندي على الأون بريمس. ولكن ده في نفس الوقت بعدها سنين قليلة جدا خلانا جينا لحاجة اسمها الكلاود نيتف. ايه الكلاود نيتف؟ الكلاود نيتف هو ابروتش الناس بتستخدمه، طريق الناس بتستخدمه عشان تبيلد بيه مودرن كلاود ابلكيشن. طب ليه انا كشركة عايز ابيلد مودرن كلاود ابلكيشن؟ عشان يبقى عندي ايزلي ديبلويد سيستم. فانا عندي سيستم بقدمه للعميل، عايز اسهل طريق او انسب واسرع طريق اقدر ادبلوي بيه السيستم بتاعي ويوصل للعميل. طيب انا ليه اصلا عايز اعمل الكلام ده كله؟ زي ما احنا قلنا، اول حاجه عايز ريديوس الكوست، الهاسل اللي هنزله من على دماغي ان انا يبقى عندي اون بريمس داتا سنتر او اون بريمس سيرفرز، المينتنانس بتاعتهم، عايز سكيل اب، عايز اضيف كومبوننتس جديده، عايز كل دي كوست، فانا هريديوس الكوست. طيب ايه كمان انا عايز اعمله؟ نتيجه ان انا همشي بتبعيه الكلاود نيتف هيبقى عندي انكريز للافشنسي. الافشنسي هي اللي هي مقصود بيها الديوبس والسي اي، اللي هو بالتبعيه جه بعد كده واتشهر المسمى وبقى كل الناس عايزه تابلاي الديوبس. ونتيجه ان انا هعمل كده، ده في الحقيقه هيزيد ليا الاجيليتي للتيم بتاعتي. التيم بتاعتي بدل ما هي هلاحظ انا كشركه ان سرعه التيمز بتاعتي بقت افضل. ده لو انا في الاول حققت الديوبس وبنيت ساي موديل مظبوط. كذلك الافيلابيليتي اللي كل الناس بتهتم بيها، انا مش هبقى شاغل دماغي ان السيستم بتاعي داون في اي لحظه، لا، انا حتى لو بعمل باتش ابديت انا مش هبقى شاغل دماغي بالداون تايم اللي بنشوفه على اغلب الويب سايتس النهارده اللي بتعمل باتش ابديت وبيحتاج ان هو يعمل داون تايم حتى لو دقائق قليله عشان يعمل الابديت ده. طب ده كمان هيخليني اعمل ايه؟ نتيجه ان انا ببني السيستم از كلاود نيتف، من الاسم ان هو يبقى نيتف، ده معناه ان هو يقدر يشتغل على اي كلاود انفايرمنت. اقدر ان انا النهارده اعمل له ديبلوي على اي دبليو اس، اقدر ان انا اعمل له ديبلوي على اوريكل، اقدر ان انا اتحرك على مايكروسوفت اجور. طيب
فانت ده في معلش الحقيقة. انا هقاطعك، انت قصدك بكلاود نيتيف ان الابليكيشن بتاعي انا اقدر اعمل له ديبلوي على اي انفايرمنت ويشتغل، سواء اي دبليو اس سواء ايجر طبعا وات ايفر، يبقى شغال، ما احتاجش ان انا اعمل او اتدخل بشكل مثلا مانيوال، او اضطر ان انا اقول لا ده انا محتاج اعمل شوية تعديلات عشان الكود بتاعي يقدر يبقى شغال هنا وهكذا. مظبوط، هو ده الجزء اللي احنا بنقول عليه، هي كلاود ونيتف. الجزء اللي انت قلته طيب ده هو ان هو يشتغل نيتفلي، فانا مش تمام، محتاج ان انا اعمل تشينجز خالص عشان اتحرك من كلاود بروفايدر لانذر كلاود بروفايدر. تمام. ايه علاقة ده تمام، بقى بالمايكرو سيرفيس؟ خلينا الاول نقول ايه البيلدينج بلوكس اللي هيظهر معاها على طول المايكرو سيرفيسز. تمام، حلو جدا. نتيجة ان الشركات بدأت اني او المسمى ده ظهر عندي شوية بيلرز للكلاود ميتي. البيلرز او البيلدنج بلوكس للكلاود نيتف دي هي الاتي: عندي الاميوتابل انفرا، عندي المايكرو سيرفيس، كونتينرز، جيت واي، واي بي اي. الاميوتابل انفراستراكشر المقصود بيها ان انا وانس ان انا بنيت السيرفر بتاعي، وانس ان انا وصلت ريتش للسيرفر بتاعي وطلع عندي سيرفر جاهز، لو في اي لحظه غير مسموح تماما ان انا اخش اعدل على السيرفر واعمل زي زمان، لا انت عايز تعدل حاجه على السيرفر، السيرفر ده يتقفل وتبني سيرفر جديد. ايه ده يعني انا ابني ماشين جديده؟ لا، الكلاود بروفايدرز او الكلاود ابروتش نفسه بيخليك النهارده ان انت تسبين اب او تبقى عندك اي سيرفر انستنتلي، ودي من مزايا الكلاود. فانا يبقى عندي كل حاجه اميوتابل، مش هعدل عليها حاجه. طيب نتيجه التقسيمه دي لقيت ان انا عشان اعمل الكلام ده انا محتاج ان انا يبقى الاركيتكتشر بتاعي مبني بصوره معينه، الصوره المعينه دي اللي هي المايكرو سيرفيس اللي هنجي لها كمان شويه وهنتكلم فيها بالتفصيل. حلو، طب ايه تاني انا عندي من الكلاود نيتف؟ انا عندي الكونتينرز. الكونتينرز كل الشركات النهارده بتستخدم كونتينرز، اللي بيستخدم دوكر، اللي بيستخدم وات ايفر الكونتينر بلاتفورم اللي شغال عليه. ليه الكونتينر؟ لانه بيبقى عندي ليس ريسورسز، مش زي زمان لما يبقى عندي ويب سيرفر كامل مقوم له الارقام اللي كنا بنسمعها 50 جيجا رام و40 جيجا رام لا انا هيبقى عندي ليس ريسورسز، السبين اب بتاعه هيبقى سريع جدا، وفي نفس الوقت اقدر اعمل عليه اوتو سكيلينج وسكيل اب وسكيل داون بسهوله. اخر حاجه الجيت واي والاي بي اي، وفي الحقيقه هم مرتبطين ببعض. هنيجي للاي بي اي كمان شويه، هي طريقه التواصل ما بين المايكرو سيرفيس وبعضها، والجيت واي هو ازاي اللاير اللي بيربط ليا طريقه التواصل دي. فده كان الاول الهدف اللي خلانا بعد كده الناس بدأت تفكر انا ليه محتاج ابني الاركتكتشر اللي اسمه مايكرو سيرفيسز. طيب ايه بقى المايكرو سيرفيس؟ هل هي تكنولوجي؟ هل هي تول؟ هل هي ديزاين؟ في الحقيقه لا، هي ولا حاجه من دول. المايكرو سيرفيس هي اركتكتشر. يعني ايه اركتكتشر؟ يعني طريقه بناء للسيستم بتاعك. فهي مش تكنولوجي جاهزه انت هتجيبها وتحطها عليك، لا، هي مش تول جاهزه وهتستخدمها، لا، هو طريقه بناءك. وبما ان احنا قلنا طريق بنائك، لو انت بدات صح هتنتهي صح، لو انت اتبعت البيست براكتسز وافويد الانتي باترنز اللي جايه تحت المايكرو سيرفيسز. طيب كذلك لو رجعنا شويه لورا عشان نبدا بقى نفهم يعني انا ايه اللي يخليني اروح اصلا لمايكرو سيرفيس، ما انا كان عندي مونوليتيك، كان عندي الانتير، كان عندي السيرفيس اورينتد، ودلوقتي بقى عندي الايفنت دريفن. هل انا لازم استخدم المايكرو سيرفيس؟ هل هي يعني الساحر اللي طلع وحللنا كل العقد النهارده؟ لا، لازم قبل ما اروح مع اي حاجه لازم ابقى عارف البروس والكونس بتاعتها، ولازم قبل ما اختار اي اركتكتشر لازم الاول افهم البروس والكونس بتاعتها. طب انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل كده عشان افويد المشاكل اللي هنتكلم عليها كمان شويه. لو انا ما فهمتش المشاكل دي من دي 1 ممكن اختيارك للاركتكتشر نفسه يكون غلط. طيب ايه الفكره من اني انا افويد مونوليتيك واروح للمايكرو سيرفيس؟ المايكرو سيرفيس هي ليها شويه كاركترستكس ما كناش بنشوفها في المونوليتيك. واللي ما يعرفش المونوليتيك سريعا، المونوليتيك هو سيستم كل حاجه موجوده جوه نفس السيستم، كل اللايرز موجوده جوه نفس السيستم، الداتابيز تايتلي كابلد مع السيستم، كل حاجه موجوده جوه نفس البروجكت، نفس السورس كود بيز، نفس الديليفرابل هيوصل لاخر هحطه على سيرفر. ده المونوليتيك. مشاكله ايه؟ مشاكله كتير. اولا لو انا تيم عندي كبير مقسمه لسكواد، او عندي اكتر من تيم وشغالين ببروجرامينج اكتر من بروجرامينج ديفرنت بروجرامينج لانجويج، فانا من دي وان ستاك مش هعرف ان انا احقق ده جوه نفس السورس كود. لازم كل سيستم او لازم كل تيم يبقى شغال على السورس كود بتاعه. الحاجه الثانيه اللي كنا بنتعب منها زمان ريليز، يوم لما تقرر ان انت عايز تعمل ريليز للمونوليتيك يلا بقى
احنا كله بيرفع الهدوم ويشمر الدراعات، ويا جماعه احنا عندنا ريليز، ولا يحصل لما يحصلش. حتى لو انت حتى كنت بتتبع تيستنج مظبوط، كان الريليز بياخد معاك وقت. جات المايكرو سيرفيس تحل لك المشاكل دي. قال لك ايه؟ قال لك انا بدل ما يبقى عندي سيستم كبير، انا السيستم الكبير ده هقسمه لاكثر من كومبوننت. الكومبوننت دي ليها شويه كاركترستكس. اول كاركترستك ان هي لوزلي كابلد، يعني ايه؟ ملهاش علاقه ببعض. في اي لحظه انا اقدر اعمل ديبلوي للكومبوننت ده، اقدر اعمل ديبلوي للكومبوننت ده، ما لهمش علاقه ببعض ومش هياثروا على بعض. طب في المونوليتيك لو تشينج صغير بسيط، كنت لازم ان انا اضطر لازم ابيلد السيستم كله ولازم ادبلوي السيستم كله، ما عنديش وسيله تانيه. طب ايه تاني؟ ان تقسيمه البروجكت نفسه اللي انا هبدا ان انا اعمل له ديستريبيوشن على اكتر من مايكرو سيرفيس، بقى عندي سهوله ان انا اقدر اخلي لكل مايكرو سيرفيس بزنس فانكشن هي شغاله بيها ما بتعملش غيرها. ده هيسهل عليا، يسهل عليا المينتنس، هيسهل عليا الديبلويمنت، هيسهل عليا حاجات كتير، لان السيستم نفسه البيزنس فانكشناليتي بتاعته بقت صغيره لكل كومبوننت. طب صغيره ازاي؟ لا هي صغيره، يعني انا دايما لما بتكلم مع حد في المايكرو سيرفيس ويقول لي صغيره ازاي، اقول له يعني حاول تخليها اصغر ما يمكن. ليه؟ عشان نحقق الكلام ده مع بعض. طب ايه كذلك انا عندي؟ ان هي زي ما احنا ما قلنا، في اي لحظه قررت ان انت تعمل ديبلوي لاي كومبوننت، هتعمل له ديبلوي بدون ما ياثر على باقي الكومبوننتس او باقي السيستم اللي شغال. طبعا ده بالنسبه ليا كشركه، بالنسبه ليا كشركه هو ده اللي انا عاوزه. انا عاوز ان انا لو في اي لحظه يبقى انا عندي تايم تو ماركت اسرع ما يمكن، ان انا ما ابقاش قلقان ان لو انا النهارده عملت فيتشر هديبلوي الكلام ده كله، هنطلع النهارده هنعمل ريليز وكله بيبعت انذار يا جماعه الريليز النهارده. لا، الريليز النهارده هيتعمل على فيتشر في السيستم هي موجوده في المايكرو سيرفيس بتاعتها. طب لو الريليز فشل ما عنديش اي مشكله، لو الريليز فيه مشكله ما فيش اي مشكله هتحصل عندي في السيستم وباقي السيستم شغال. هل ده معناه ان السيستم هيطلع يعني هديبلوي حاجه مش شغاله؟ لا، هي لو ما حصلهاش ديبلوي انت مش هتأفكت باقي اللي شغال. طب ده ازاي؟ ده اللي احنا لسه قايلينه في السلايدز اللي فاتت، ان انا شغال immutable infrastructure through container. فالكونتينر ما بيبقاش عندي up and running الا لو انت قلت له الثريشولد او الاكشن اللي يقول له ان انت بقيت سليم تقدر تشتغل. طب لو حصل فيه مشكله كل الترافيك هيروح لنفس الكونتينر اللي شغال على الفيتشر القديمه اللي شغاله مظبوطه. طب لا، شكله ايه بقى الكلام ده في الان رياليتي؟ طب لا، قبل ما توضح الشكل، انا معترض على شويه حاجات من اللي موجوده دي، او يعني او مش اعتراض، هو هل ده فعلا بيتحقق في الحقيقه انه يبقى لوزلي كابلد، وان السيرفيسز فعلا بتبقى يعني كل سيرفيس بتبقى قادره تعمل ديبلوي لوحدها في ريل لايف في الشغل الحقيقي؟ هل ده بيحصل ولا هو ده الكلام اللي في الكتب؟ ده الكلام اللي في الكتب واللي بيتحقق منه بالظبط بالظبط من 85 ل 95% حسب شطاره التيم. طب ليه ما بيتحققش ال 100%؟ ليه ما بيتحققش ال 100%؟ لان في مشاكل البيزنس بيفرضها عليك. البيزنس بيفرضها عليك زي ايه؟ خلينا ندي مثال سريع جدا. لو انت شغال النهارده مونوليتيك ابلكيشن، فانت ما عندكش، ما بتشغلش دماغك بمشكله الليتنسي تماما. هو نفس السيستم، كل الكومبوننت بيتكلم بعضها اي بي اي كول ثرو فانكشن. لكن لو انت بدات ان انت تكسر السيستم بتاعتك لمايكرو سيرفيسز ديفرنت كومبوننت، ما بقاش عندي ميثود كول، ده انا بقى عندي اي بي اي كول. يعني ايه؟ يعني الريكوست بالظبط، النتورك عندي اتفردت. وزي ما احنا عارفين من ديستريبيوتد سيستم كلاس 101، اي حاجه فيها نتورك فيها مشاكل. بالظبط، وهي دي المشكله. بس خلينا نكون برضو يعني واقعيين مع بعض، هل هي دي مشكله مايكرو سيرفيس؟ لا، دي مش مشكله مايكرو سيرفيس. ايه الدليل؟ الدليل ان في شركات النهارده بانيه ديستريبيوتد مونوليتيك ابلكيشن، يعني اللي هو السيستم مونوليتيك بس ديستريبيوتد، وموجود على اكتر من، وممكن يكون موجود في اكتر من كانتري، وبيقابلوا برضه نفس المشكله. فخلينا نكون واقعيين مع بعض. طيب ايه تاني ممكن؟ ان ممكن من دي وان البيزنس ما يحتملش اللي المايكرو سيرفيس هتفرضه عليه. زي ايه؟ زي ما هنتكلم كمان شويه على الديستريبيوتد ترانزاكشنز. ف ما اقدرش اقول 100% بيتحقق، ولكن في، واشتغلت في شركات حققنا نسبه كبيره وكنا راضيين جدا عن طريقه الشغل هناك، وكنا فاهمين كويس جدا الكونسيكونسز بتاعت المايكرو سيرفيس. وهو ده اللي احنا بنقوله، لازم من دي 1 يبقى انت فاهم الاركتكتشر اللي انت هتشتغل عليه، ايه مزاياه وايه مساوئه. تمام. غير كده خليني شغال على المونوليتك.
تمام، بما اني قطعتك بقى فنرجع تاني للرسمه طيب الجميله اللي انت عاملها. طيب ده شكل الشكل العام لاي مايكرو سيرفيس سيستم. انا بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي مش عارف لو شاورت بالكرسر باين، اعتقد باين. 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 انا بيبقى عندي الكلاينت بتاعي ممكن يبقى ويب براوزر، ممكن يبقى اي او تي ماشين، ممكن يبقى موبايل ابلكيشن. الريكوست اول لما هيطلع، اول لما هيجي لي ريكوست من العميل هيجي لي على اي بي اي جيت واي، ده اللي احنا لسه قايلينه في الكلاود نيتيف بيلدينج بلوكس، ان انا عندي جيت واي. الجيت واي ده هو في الحقيقه ده لير كامل. بعمل فيه ايه؟ بعمل فيه اكتر من حاجه. اول حاجه الجيت واي ده هو اللي هي ديسباتش او هو اللي هيراوت الريكوست للمايكرو سيرفيس اللي مقصود بيها او اللي مطلوب منها الريكوست ده ان هي تعمل له بروسيسنج. تاني حاجه، بما انه هو كروس كات بالشكل ده فانا اقدر اضيف فيه اي سكيورتي، اي سكيورتي لير اقدر اضيفها هنا. طب هل ده معناه ان الاي بي اي جيت واي ده بيبقى كود سورس كود انا بجيبه عندي وبستخدمه؟ زي ما انت عايز. ممكن تبني انت بروجكت زي ما هنشوف في الديمو في اخر السيشن ان شاء الله. ممكن ان انت تستخدم بروجكت سورس كود يبقى كله اندر يور كنترول، وممكن ان انت تستخدم حاجه جاهزه ثيرد بارتي، حاجه انتربرايز، وممكن ان انت تستخدم فيزيكال ماشين زي ما تستخدم مثلا امازون جيت واي. امازون جيت واي هو سوفت وير وهارد وير في نفس الوقت، بس ده كله ابستراكت من ناحيتك انت مش شايفه. فانت ده واختيارك. طب ايه اللي يخليني اقرر؟ طلبات البيزنس. فلو انا مثلا عايز يبقى عندي هاي سكيورتي ليفل، فانا محتاج ان انا ابيلد لوجيك يحقق لي السكيورتي ده. ففي الحاله دي انا لازم يبقى عندي اوفر كنترول على اللاير ده. طب ايه كذلك المايكرو سيرفيس بقى نفسها اللي بدات اقطعها، هتتعامل مع بعض ازاي؟ كل مايكرو سيرفيس هي مش سنجل انستانس، مش سنجل ديليفرابل بود، خلينا نتكلم بلغه كوبرنيتيس، او دوكر انستانس شغاله، او جار فايل طالع اب اند ران. لا، هي اكتر من نسخه كلهم شغالين ان بارلل مع بعض، وده في حد ذاته في ميزه وفي عيب. ميزه ان هو بيحقق لي هاي افيلابيلتي، والعيب ان لازم ان انا ابقى شغال على قد ما اقدر المايكرو سيرفيس بتاعتي تبقى كلها ستيتلس. يعني ايه؟ يعني مفيش في لحظه اي مايكرو سيرفيس تكيب ستيت ممكن مايكرو سيرفيس تانيه تبقى محتاجها. يبقى انا كده ده اول انتي باترن انا عملته، ان انا بديت المايكرو سيرفيس بتاعتي ان هي كيب ستيت. تكيب ستيت ازاي؟ ده احنا لسه بنقول هم لوزلي كابلد، ما يعرفوش حاجه عن بعض. فلو بالظبط. انا افترضت، لو انا افترضت ان المايكرو سيرفيس دي هتكيب ستيت، ده انتي باترن، انا بدات غلط. فهي دي الحاجات اللي لازم التيم ياخد باله منها. طب ازاي بيتعاملوا مع بعض؟ انا عندي اكتر من انستنس، عندي اكتر من مايكرو سيرفيس. كنا بنقول كده دايما، يعني بدل ما اقول مايكرو سيرفيس كنا بنختصر بنقول سيرفيس. في شركات بتقول على المايكرو سيرفيس هاندلر، في شركات بتستخدم اسم تاني بيستخدموا اعتقد كومبوننت. ففي اكتر من ترمينولوجي، دي بقى اللي انت هتقلين عليها انت والتيم بتاعك. طيب ازاي يعرفوا بقى ان هم قايمين لو في تواصل ما بينهم؟ يجي هنا دور السيرفيس ديسكفري. ايه دور السيرفيس ديسكفري دي؟ ايه الكومبوننت ده بيعمل ايه؟ الكومبوننت ده هو اللي بيتراك كل الاب اند رانينج انستنسز واللي بيديك راوت ليهم. ففي الحقيقه الاي بي اي جيت واي لما بيجي يبعت ريكوست ليهم، بيبعت الريكوست لما بيجي له الاول ايدنتيفيكيشن او سيجنال من السيرفيس ديسكفري دي، ان انا عندي من المايكرو سيرفيس اللي اسمها اوردر على سبيل المثال قايم منها خمسه انستنس، ودول الانترنال فيرتشوال اي بيز بتوعهم. فهو عارف ازاي هيراوت. طيب لو المايكرو سيرفيس عايزه تتواصل مع المايكرو سيرفيس اللي جوه نفس النتورك، هل لازم اطلع للاي بي اي جيت واي؟ الاي بي اي جيت واي ده بيبقى على البابليك انترنت. لا، مش لازم اطلع على الاي بي اي جيت واي. ففي اكتر من وسيله هنا. السبب الاولاني او الوسيله الاولى ان انا يبقى عندي انترنال سيرفيس زي انجريس من كوبرنيتس. انجريس من كوبرنيتس هو جواه البيلت ان سيرفيس ديسكفري بتاعته، فانا بكلم انجريس مباشره بيودي الريكوست للمايكرو سيرفيس اللي جنبي. طب بكلمهم ازاي؟ اي بي اي. هل لازم استخدم ريست بروتوكول؟ استخدم اللي انت عاوزه، استخدم اللي انت عاوزه. ده يعني مفيش حكر في المايكرو سيرفيس انت عايز تروح مع انهي بروتوكول، ولكن في الكومن يوزد. فالكومن يوزد في ناس بتستخدم ريست، في ناس بتستخدم جراف كيو ال، في ناس بتستخدم جي ار بي سي. يعني لو انت عايز البيست بيرفورمانس روح مع جي ار بي سي. طيب الكونسيكونسز، الكونسيكونسز هنا هتبقى بتاعت الجي ار بي سي مش بتاعت المايكرو سيرفيس. فانت اللي قررت تستخدم البروتوكول ده فلازم تتحمل مزاياه وعواقبه. هو اي كوميونيكيشن بروتوكول انت هتختاره عشان تقدر تتكلم مع الكائن ده، مع السيرفيس دي. بالظبط بالظبط. ايه تاني انا محتاجهم؟
في لحظه معينه ممكن يبقى عندي مايكرو سيرفيس من دول داون. يعني ايه داون؟ حصل فيها مشكله نتيجه النتورك. طيب المايكرو سيرفيس دي ممكن تبقى كومبليتلي داون، مش قادر اوصل لها. طيب هل افضل كل المايكرو سيرفيس اللي عايزه تتواصل مع المايكرو سيرفيس دي تبعت لها فيرجع لها الايرور بتايم اوت على سبيل المثال، او ب نوت افيلبل، ويبدا يحصل عندي بروباجيشن للايرور ده لكل الفلو اللي قبلي؟ فهنا ظهر باترن تاني اسمه سيركت بريكر. السيركت بريكر ده كل دور الكومبوننت تاني بيقول هو بيشتغل زي، هو فعلا من اسمه هو سيركت بريكر، زي الدائره الكهربائيه كده، وانس مفتاح الكهرباء لا تفتح لا تقفل. بيقول في لحظه معينه لو انا عندي المايكرو سيرفيس اللي هي سيرفيس اي دي فيها مشكله، السيركت بريكر دي بيعملها ايه؟ بيعملها اوف. فاي ريكوست بيروح للمايكرو سيرفيس دي بيروح على حاجه اسمها فول باك. ايه الفول باك دي؟ بتبقى اي بي اي شغاله، الاي بي اي كل دورها ان هي ما ترجعش ايرور، ولكن تانفورم المايكرو سيرفيس ان السيرفيس دي داون، او ان السيرفيس دي مش شغاله حاليا، او وات ايفر. الفول باك تكنيك نفسه انت اللي بتعمله امبلمنتيشن. طب ايه تاني هحتاجه؟ طبعا يعني انت ممكن لاول وهله لو انت شغال النهارده مونوليتيك وهتشوف الكلام ده كله، وعندي بقى داتابيز هتبقى مع كل مايكرو سيرفيس داتابيز، ومحتاج كمان متريكس عشان ابدا ان انا اشوف الهيلث تشيك بتاعهم، المتريكس بتاعتهم، المسج بروكر، الكافكا، رابت ام كيو، هتبدا بقى تلاحظ ايه؟ يا نهار ابيض، ايه الكومبلكسيتي دي كلها؟ صح، ده اللي انت هتفكر فيه لو انت ما تعرفش ايه مايكرو سيرفيسز النهارده. طب انا، طب انا اعمل ايه عشان اهندل الكومبلكسيتي دي؟ ما هي ادتني مزايا وادتني كمان كونسيكونسز، طب انا عايز المزايا دي، فازاي احول، نخلينا نقول مثلا 90% على الاقل يبقى عندي اوفر كنترول على الكومبلكسيتي دي. يجي دور الاوبزرفابيلتي، والاوبزرفابيلتي هنتكلم عليها كمان شويه. طيب وهنقول قبل، بتعمل، معلش انا هقطعك هنا قبل ما نكمل الحته دي، في اسئله يعني نستفيد من اللايف بما طبعا ان معانا ناس، ف يعني هعرض عليك الاسئله المتعلقه باللي انت اتكلمت عنه. في سؤال، اما انت كنت بتتكلم عن ان احنا بنكيب الاستيت، فهو بيقول لك اديني مثال، هو مش فاهم. يعني مثلا انا عندي مايكرو سيرفيس اسمها اوردر فولفيلمنت. المايكرو سيرفيس دي هي كل دورها في الحياه ان هي عندها بيانات الاوردر. لو انا مثلا عندي اي كوميرس سيستم قايم منها مالتيبل كومبوننت من نفس الاوردر، زي ما احنا موضحين هنا في الرسمه ان قايم منها اكتر من انستنس. فانت عندك ان ميموري لكل مايكرو سيرفيس انستنس، فانت خدت واحده منهم من المايكرو سيرفيس دي وحطيت بيانات الاوردر في الميموري. ليه؟ عشان افترضت ان لما يجي لك الريكوست تاني ليه علاقه بالاوردر ده هتروح تفيتش مباشره من الميموري، فده اسرع. لكن في الحقيقه مش ده اللي هيحصل، لان الريكوست اللي هيجي هو اصلا ممكن ما يجيش لنفس المايكرو سيرفيس دي، هيجي المايكرو سيرفيس تاني، يعني هيجي الانستنس تانية. فانت افترضت ان انت عايز تجنرالايز ستيت ما بينهم. طب هل ده معناه ان انا ما اقدرش يبقى عندي معلومه كومون ما بين المايكرو سيرفيس؟ لا طبعا، ما انا عندي داتابيز، عندي كاشنج، لكن ما اقدرش ان انا اكيب ستيت جوه المايكرو سيرفيس رانينج سيستم. فدي معنى يعني ايه انا بكيب ستيت، وازاي افويد حاجه زي دي. اعتقد انها كده زي زمان، او مش زمان يعني، زي لو انت شغال على مونوليث وعندك لوجن غالبا بتستخدم سيشن، فكنت بتكيب معلومات بالزبط تخص اليوزر عندك بحيث اما يجي فانت عرفته. المره دي دلوقتي احنا قلنا ستيتلس، ستيتلس يعني لو انا بالزبط جيت مش عارفك، فانت كده بالظبط هتروح تسال عن حد انا ما اعرفوش اصلا. بالظبط، طيب. ممتاز، بالظبط زي كده بالظبط. سؤال تاني اتمنى يكون واضح. زياد بيسال عن السيرفيس ديسكفري، بيقول لك هي زي السيرفيسز ان كوبرنيتس؟ هي مش زيها يا زياد، هي في الحقيقه يعني هي السيرفيسز. لو انت عندك انجرس بيمانج ليك السيرفيس في كوبرنيتس، انجرس في حد ذاته هو سيرفيس ديسكفري لكوبرنيتس. طيب اعتقد كده تمام، ممكن نكمل بقى عند كنا وقفنا عند الاوبزرفابيلتي، كنت انت بدات تتحرك بقى من بالظبط الحته دي. بالظبط، قبل ما نتحرك لو خدت بالك انا الايفنت دريفن بالذات هو اللي مديله كلر مع الكاركترستكس، لان الايفنت دريفن هو جالي معايا النهارده الناس بتستخدمه از اركتكتشر، بس في الحقيقه هو مش كومبليت اركتكتشر، هو ممكن نقول طريقه تنظيميه شويه. يعني هي في الاخر هي وسيله كوميونيكيشن مش اركتكتشر كامل زي مايكروسوفت.
لا ده محتاج قاعدة تانية، فخلينا بالظبط يعني نبقى بالظبط طلعة تانية ده. بالظبط. طيب ايه المشاكل بقى اللي بتقابلني مباشره كده لو انا هتكلم على المايكرو سيرفيس؟ ايه المشاكل اللي بتقابلني واشهر المشاكل اللي موجوده النهارده مع المايكرو سيرفيس؟ اول حاجه الداتا مانجمنت تشالنجز، دي من اشهر المشاكل اللي بتقابلك. انا عندي اكتر من مايكرو سيرفيس كلهم شغالين جنب بعض، فانا ما عنديش زي زمان هو سيستم بيروح يكلم الداتابيس يعمل عليها ترانزاكشن ويرجع، لا انا الريكوست بيعدي من مايكرو سيرفيس A يروح لمايكرو سيرفيس B يروح لمايكرو سيرفيس C. فلو في لحظه معينه انا بقى عندي ترانزاكشن محتاج ان انا اعمل لها هاندلنج ثرو ثلاثه مايكرو سيرفيس، مش هعرف اعمل الكلام ده مع المايكرو سيرفيس زي زمان بطريقه اسهل. خلينا ندي مثال، انا عندي اي كوميرس سيستم، عندي اوردر سيرفيس، عندي بيمنت سيرفيس، انفنتوري، شيبنج، ونوتيفيكيشن. اللي بيحصل ايه؟ بيجي لي ريكويست بكريت الاوردر اندر بيندنج ستيت، بعد كده ببعت للبيمنت عشان افاليديت البيمنت. وانس ان بعت للبيمنت، البيمنت بتتشكل اول في الانفنتوري قبل ما تاخد او تسحب من كريدت العميل، بعد كده بالاين مع الشيبنج سيرفيس، وفي الاخر خالص النوتيفيكيشن سيرفيس اللي هبعت بيها ايميل او هبعت بيها اس ام اس للعميل. دي في حد ذاتها كل ده مع بعضه دي وان ترانزاكشن ثرو السيستم كله. بس لو خدت بالك الوان ترانزاكشن دي هي هتحصل على اكتر من داتابيس، هتحصل على اكتر من مايكرو سيرفيس، فلك ان تتخيل ازاي ممكن تعمل اسيد بالمعنى اللي احنا كنا عارفينه، اتوميك ترانزاكشن بالمعنى اللي احنا كنا عارفينه في المونوليتيك. طب ايه الحل لحاجه زي كده؟ في الحقيقه مفيش حل لحاجه زي كده. يعني ايه مفيش حل؟ يعني مفيش اسيد ترانزاكشن في المايكرو سيرفيس. فدي من المسلمات اللي لازم تبقى عارفها، زي ما انت بالظبط بتذاكر اي نيو كونسبت زي الديستريبيوتد سيستمز على سبيل المثال، لازم تبقى من المسلمات اللي انت عارفها ان مفيش اسيد ترانزاكشن في المايكرو سيرفيس، مفيش اسيد ترانزاكشن في الحقيقه في الديستريبيوتد سيستمز. طب ايه الحل بقى عشان انا اوفر كام المشكله دي؟ الحل ان انت تبيلد ابون ذس حاجه تخليك توصل لنفس النتيجه. يعني ايه؟ يعني انا هقول له الاتي، هقول له والله انا بدل ما هعمل العمليه دي بشكل اسيت، لا انا هبعت لكل مايكرو سيرفيس اللي انا عاوزه. انا عايز ابعت هنا كرييت واوردر بيندنج وهافاليديت، جيت اتشيك عند الابديت انفنتوري، الانفنتوري قال لي لا والله ما عنديش. طب ايه الحل؟ ابدا ارول باك. طب انا لما كنت برول باك الترانزاكشن ده اوتوماتيكلي بيحصل، طب ايه الحل دلوقتي؟ الحل ان انا من ارول باك مانوالي. طب ارول باك مانوالي ازاي؟ عندك اكتر من حل. الحل الاولاني ان انت ثرو اي بي اي كول، تبعت اي بي اي كول لنفس الريكوست او المايكرو سيرفيس اللي انت جاي من عندها، تقول لها لو سمحت كانسل البيمنت، لو سمحت كانسل الاوردر. طب هل ده في مشكله؟ طبعا في مشكله ان الاي بي ايز كولز بتبقى ثرو نتورك، ولما بيحصل اي حاجه ثرو نتورك ممكن في لحظه معينه يبقى عندي هانج او يبقى عندي لاج او يبقى عندي شورت كات. طب ايه الحل الافضل ان انا افوت حاجه كده؟ ان انا اعمل استخدم ايفنتس. طب الايفنتس هتعمل ليا ايه؟ لو المايكرو سيرفيس دي على سبيل المثال وانا بكنسل الانفنتوري بيكنسل البيمنت عند البيمنت سيرفيس وهيبعت لها اي بي اي كول، راح حطه في مسج بروكر زي كافكا او على رابط ام كيو كيو، والسيرفيس دي داون، ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. لما تيجي تقوم تاني هتروح تجيب من المسج بروكر وهتكنسل البيت. فانا عملت ايه؟ انا عملت حليت المشكله اللي كنت او حليت البوتل نيك اللي كنت هقابله مع الاي بي اي كولز. طب ليه ما استخدمش الاي بي اي كولز؟ ليه ما استخدمش بقى الايفنت دريفن على طول؟ بما ان احنا قلنا كده، يعني واضح ان الايفنت دريفن هو هيحل المشكله. ما هو زي ما مشاكل كل حل بيجي بمشاكل. بالظبط. اول حاجه ان الحياه هي مش كلها اسينكرونس، الحياه انت في حاجه لو انا بتكلم معاك ما ينفعش تسيبني وتمشي وتجي لي كمان شويه ترد عليا، لازم احيانا لو انا بتكلم معاك لازم ترد عليا مباشره، وهو ده اللي الاي بي اي ريكوست بيعمله، ايميديت ريسبونس انا مستنيه عشان اكمل، لو ما جاليش ايميديت ريسبونس مش هكمل. فلو الاي بي اي ليها استخدام ان لو انا محتاج ايميديت ريسبونس، طب لو انا مش عايز استخدم ايفنت دريفن، يعني انا لا انا ما بحبش الايفنت دريفن ده وعايز احل دي بالاي بي اي، ما ينفعش؟ لا ينفع. ازاي؟ ان انا احط عليها لير تاني. اللير ده ممكن يبقى ريتراي، لقيت السيرفيس دي داون اعمل لها ريتراي تاني، طب اعمل لها ريتراي تاني ولقيتها داون اعمل لها ريتراي تالت. طب ما انا كده هعمل اوفر اول من هتراي لامتى طيب؟ هتتراي لامتى؟ ففي الحقيقه في هنا بقى البيست براكتس يجي تظهر دورها في حاجه زي كده. من ضمن الخطوات اللي بتستخدمها او من ضمن البيست براكتسز اللي بتستخدمها مع الريتراي، والريتراي
بالمناسبة حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. من ضمن الحاجات اللي بستخدمها مع الريتراي ان انا اعمل اكسبوننشال ريتراي. يعني ايه؟ يعني بدل ما انا رايح جاي قاعد ريتراي، لا هريتراي النهارده الساعة 8، 8 ودقيقة هريتراي تاني، 8 ودقيقتين هريتراي تالت، 8 و4 دقايق هريتراي رابع، وهكذا. فهفضل ادبل التايم ده اكسبوننشالي بالشكل لغايه لما اوصل للثريشولد. الثريشولد ده ممكن مثلا ان كل 5 دقائق ريتراي مره. وانس ان انا وصلت للخمس دقائق خلاص هثبت على كل 5 دقائق لغايه لما السيرفيس تقوم تاني. طب لو ما قامتش؟ لا لو ما قامتش يبقى انت عندك مشكله في الانفرا لازم تتحل. ما هو لو في سيستم كان انا بالظبط بقول داتابيس داون، ينفع اقول الداتابيس داون؟ الداتابيس داون يعني السيستم داون. فلازم تبقى انت واخد الحاجه بالوقائع وبالصوره المنطقيه، انك ما تفرضش الافتراض غلط. فدي من ضمن المشاكل المشهوره جدا 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 في المايكرو سيرفيس، كمان الداتا مانجمنت تشالنجز. في الجزء الخاص بتاع الريتراي لازم الاي بي اي اللي هعمل له ريتراي ده لازم يكون ايدمبوتنت، يعني لازم يكون مهما اعمل له ريتراي مش هو هينفذ نفس الحاجه هي مره واحده، مش كل ما انا مثلا هعمل ريتراي هيكريت لي حاجه، هيكريت حاجه، فكده هو مش ايدمبوتنت. لازم اتاكد مظبوط من ده مظبوط. يعني لو انا ببعت بوست ريكويست او بوت ريكويست لازم اخد بالي من حاجه زي كده. مظبوط. طيب ايه تاني؟ معلش عايز هقطعك تسال مرة سؤال؟ تانية، في سؤال سؤال من احد المشاهدين بيسالك، بيقول لك هو بما انك كنت بتتكلم عن الاسيد ترانزاكشن، فبيقول لك هو الاوركستريتور مايكرو سيرفيس كود هاندل اسيد ترانزاكشن، قصده هو الاوركستريتور ده اللي هو يعني كوبرنيتس، ولا انا مش فاهم بصراحه السؤال. هو السؤال مش واضح بصراحه لي انا كمان، ولكن لو انت قصدك ان اوركستريتور على ليفل الانفرا، فالموضوع هنا ملوش علاقه خالص بالانفراستراكشر. الموضوع بالظبط ليه علاقه بالرننج انستانس من السيرفيس بتاعك. بالظبط. فلو انت قصدك ان يا اسلام ان الاوركستريتور على ليفل الانفراستراكشر، سواء بقى كنت شغال كوبرنيتس ولا امازون ولا وات ايفر، كل ده في الاخر ملوش علاقه بالترانزاكشن. الترانزاكشن هي لوجيك من ضمن الكود السيستم بتاعك، بتاعك. الكود بتاعك نفسه. في سؤال تاني، عمرو بيسأل لو السيرفيس من اللي عندنا وقعت بالنسبة للريكوست، هل هيستنى لحد ما أقوم السيرفيس؟ لو سيرفيس من اللي عندنا وقعت بالنسبة للريكوست، هل هو يعني مين أنا اللي لو هيستنى ببعت يا ريكوست عمرو؟ للسيرفيس وهي بقت السيرفيس دي ما ردتش لأي سبب ما وقعت، فهل الريكوست هيستنى ولا إيه اللي بيحصل؟ ده اللي احنا لسه قايلينه، ده اللي احنا لسه قايلينه. هو الريكوست بقى نفسه هيستنى او مش، او هيجي لك تايم اوت او هيجي لك نوت افيلبل، ده برضه لوجيك انت اللي بتهندله. يعني انت ممكن ان انت تهندل ان لو انا السيستم بتاعي مش شغال في لحظه ما، ممكن بالمناسبه ان انت تافويد ده من الاول، ان انت يبقى عندك هيلث تشيك. وهنتكلم على الهيلث تشيك كمان شويه. الهيلث تشيك بيخليك تحل ان لو انت اصلا ما تعرفش ان في سيرفيس عندي داون. ولكن لو انت بتتكلم ايه اللي هيحصل لو الريكوست داون، دي حاجه انت اللي بتهندلها بنفسك. ايه الاوبشنز اللي موجوده عندك؟ ان انت تدي مثلا زي ما احنا قلنا ان يبقى عندك فول باك. الفول باك يقول ان انا دلوقتي داون، انا اندر مينتنس، انا عندي مشكله لغايه لما السيرفيس تقوم تاني، وهترجع في صوره ايفنت او هترجع بالريتراي زي ما قلنا. طيب خلينا نكمل داتا مانجمنت طيب تشالنج. ايه تاني تشالنج؟ يعني في الحقيقه اللي تشالنج دي انا بكرهها، يعني وان كنت اشتغلت مع الريبليكيشن يعني وقت كبير جدا من الفتره اللي انا اشتغلتها بالذات للريبليكيشن، بس الريبليكيشن مشاكله لا تنتهي. والى الان الريسيرش اللي في الداتابيز على الريبليكيشن نفسه، الى الان لسه الى النهارده في ريسيرش على ليفل الداتابيز. ولكن احنا عايزين نقول ايه؟ انا عندي السيستم بتاعي هو في الاخر هيبقى ديبلويد زي ما احنا قلنا على كلاود او اون بريمس زي ما انت عاوز، شغال في داتا سنتر. انت قررت والله ان السيستم بتاعي ده انا عايز اخده على داتا سنتر تاني. ليه؟ عشان يبقى عندي هاي افيلابيلتي، علشان يبقى عندي ديزاستر ريكفري، وات ايفر الريزون اللي انت قررته. فظهر عندي داتا سنتر 1 وداتا سنتر 2. اول حاجه انت هتلاحظها لما تيجي تعمل دي، ان انت محتاج الداتا اللي موجوده على داتا سنتر 1 تروح لداتا سنتر 2، لان هي ايه؟ هي صوره من الداتا سنتر بتاعك. بس انت بس عايز تافويد اي داون تايم، عايز تافويد اي تايم كونسيومنج لو عايز تديبلوي مثلا في الكانتري اللي موجود فيها اليوزر عشان تقرب منه اند سو. طب ايه المشكله في حاجه زي دي؟ المشكله في حاجه زي دي هي الداتا بيز نفسها. ازاي؟ النهارده لو انت شغال مع داتا بيز ايا كان ايه هي بالمناسبه،
هتلاقي دايما ان انت محتاج الداتا بتاعتك دي، لو انت قررت ان انت هتشتغل مع كلاستر، ان انت قرر انا هروح اكتف ولا اكتف باسيف. دي اول حاجه هتلاقي نفسك بتخبط فيها. يعني ايه اكتف اكتف ويعني ايه اكتف باسيف؟ بالمناسبه الباشمهندس احمد معانا هنا، ممكن يعني يكمل لبكره في الموضوع ده، فلو عايزين تفهموا اكتر هو عامل 3 4 فيديوهات في الحته دي. ولكن احنا سريعا هنقول ايه الاكتف اكتف والاكتف باسيف. اكتف اكتف يعني الداتا عندي مش هتبقى افيلابل غير لما تبقى الاول اكنولجد على كل الانفايرمنتس، كل الانفايرمنتس اللي عندي، كل الداتا بيزز اللي عندي اكنولجد ان هي ريسيفد الداتا دي. بالتالي هيحصل بطء لان انا محتاج اويت لغايه لما كل الداتا بيز يحصل. طب ده بيحصل انا بعمله بايدي؟ لا، ده الداتا بيز نفسها هي اللي بتعمله لك على اختلاف انواع الداتا بيز زي ما قلنا. لا، اما ان انت تقرر ان انت هتشتغل اكتيف باسيف، ان انا ما عنديش مشكله ان الداتا دي تبقى ايفينشوالي كونسيستنت، ما عنديش مشكله ان الداتا دي تبقى افيلابل مش انستنتلي بس افتر سام تايم. طبعا احنا بنقول افتر سام تايم دي بتبقى ثواني، يعني ممكن كمان يعني ماكسيمم توصل لثانيتين ولا حاجه، ما بيبقاش اكتر من كده. ولكن لو انت شغال مع سيستم كريتيكال مثلا، خصوصا زي الكور بانكينج، الكور بانكينج مش هيحتمل حاجه زي كده. الكور بانكينج هي مصيبته ان ما تبقاش الداتا موجوده بسرعه انستنت. طب ايه الحل ان انا اعمل حاجه زي كده؟ في الحقيقه هنا بقى كل شركه وكل خلينا نقول كل واحد عمل بحث في الموضوع ده وحط البيست براكتس اللي هو قدر يوصل لها، لكن ما فيش حل هو الايديال. كل حل زي ما احنا بنقول ات ديبند. في ناس قالت انا بدل ما هعتمد على الداتابيز هبني لاير فوقيها، يبقى عندي اللي هو الكاشنج، فيبقى عندي فوق الداتابيز لاير هو الكاشنج، وبدل ما انا هديبند على الريبليكيشن ثرو داتابيز انا هديبند على الريبليكيشن ثرو كاشنج سيستمز. يعني ايه؟ يعني بدل ما هروح على الانفايرمنت الثانيه وهكلم الداتابيز مباشره، لا، هروح على الانفايرمنت الثانيه بنفس المايكرو سيرفيس بس بتكلم ريدس داتابيز. ازاي؟ هو ينفع نفس السيستم هنا بيكلم داتابيز وهنا بيكلم ريدس؟ اه طبعا ينفع، وده اللي من ضمن الباترن اللي مشهوره جدا في المايكرو سيرفيس اسمه سي كيو ار اس، كوماند اند كويري سيجريجيشن. ان انا بعمل المايكرو سيرفيس بتاعتي تقدر ان هي تشتغل هنا ريد اونلي وتشتغل هنا رايت اونلي، او تشتغل هنا رايت ريد لو هي بتتكلم مع الداتابيز، وتشتغل مع الريدس ريد اونلي بس. طب ده هيحل لي مشكله الريبليكيشن في ايه؟ هيحل لك مشكله الريبليكيشن ان هيسرع الريسبونس بتاع الداتا اللي هترجع لك من الداتابيز، والريبليكيشن اللي هيحصل مع الداتابيز نفسه هيحصل في الباك جراوند، فاليوزر مش هيحس بيه. بس ده برضه هيعمل لك كونسيكونسز. ايه هي؟ ان الريدس نفسه محتاج يبقى ابديتد، بالظبط. فهتعمل ابديت ازاي؟ فلازم ترجع تاني تشوف ازاي هتابديت الريدس. لا، اما تعمل الريدس از كلاستر، وده انسب الحلول، لما الريدس خصوصا الريدس انتربرايز بيعمل لك الريبليكيشن هو فعلا اولموست انستنتلي، لو شغال على 100 انفايرمنت ما تاخدش وقت. لا، اما ان انت يبقى عندك ايفنت ليسنر شغال عندك كل دوره في الحياه ان هو شغال في الباك جراوند بتاع الريدس بيابديت الريدس، فهيبقى شغال معاك زي الويب سوكيت. للناس اللي عارفه ويب سوكيت، هي الويب سوكيت بيعمل ايه؟ السيرفر شغال بيبوش 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 بيبوش، فانا هيبقى عندي ايفنت ليسنر كل دوره في الحياه ان هو قاعد يابديت الريتس بشكل ان ريل تايم. فده احد الحلول اللي ممكن تعملها. ففي الحقيقه الكلام على الريبليكيشن يعني ده عايز مننا سيشن كامله، ولكن احنا بنقول من ضمن التشالنجز اللي انت هتقابلها هي الريبليكيشن، خصوصا لو انت قررت ان انت هتشتغل هايبريد كلاود. يعني ايه هايبريد كلاود؟ ودي هنجيلها كمان شويه بصوره اوضح، ان هيبقى عندي السيستم بتاعي ديبلويد على اكتر من كلاود بروفايدر كلهم زي بعض، او مالتي كلاود مختلفين عن بعض. طيب انا بنيت بقى الكلام ده كله والسيستم طلع برودكشن، وبقى عندي بقى يعني مثلا عندك النهارده نتفليكس تقريبا عندهم تقريبا 1050 او 1100 مايكرو سيرفيس، 1100 مايكرو سيرفيس شغالين على البرودكشن. فانت عندك حرفيا الشكل ده، كل المايكرو سيرفيس بتتكلم مع بعضها. اتصلوا عليك الساعة 2 بالليل قالوا لك يا باشمهندس فلان عندنا مشكلة على البرودكشن، فأنت صحيت من النوم لقيت المنظر ده. فأنت طبعا هتقول لنفسك إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ إيه اللي خلاني جوينت الشركة دي؟ طيب إيه الحل عشان أنا بقى أبدأ أكونترول الكلام ده كله؟ ودي من ضمن الكومبلكستي اللي أنت بتقابلها، اللي إحنا لسه قايلين الأوبزرفابيلتي.
يعني ايه اوبزرفابيلتي؟ الاوبزرفابيلتي هي بتديك تحت منها اكتر من كاتيجوري، ولكن بشكل عام الاوبزرفابيلتي هي من اسمها، هو انا عندي اوبزرفر ستاك كل دوره في الحياه انه يقول لك السيرفيس دي الاستيتس بتاعتها ايه النهارده، السيرفيس دي الاستيتس بتاعتها ايه امبارح، السيرفيس دي كان الاستيتس بتاعتها ايه من شهر. الاستيتس دي على اكتر من مرحله، اولا يقدر يقول لك ان الريكوستات في الوقت ده كان شكلها عامل ازاي، الريسورسز من سي بي يو وميموري وديسك يوسج كانت عامله ازاي، الداتا اللي كانت بتفلود من هنا لهنا كان شكلها عامل ازاي، ولو حصل كمان اي اوتج يقول لك كمان ان حصل اوتج من هنا لهنا. الناس اللي شغاله النهارده بكيوبرنيتس وسيرفيس مش بتستمتع بالجزء بتاع الاوبزرفابيلتي ده مع سيرفيس مش. طب انا احقق الكلام ده ازاي؟ اول حاجه انت بتحتاج تعملها ان طبعا عشان تسبورت البيزنس، البيزنس لما يجي لك يقول لك انا عايز ارد على العميل انا عندي مشكله، لازم يبقى عندك ايه ليست، ايه الكي ستاك، عندك الاستيك لوجستاش كيبانا ستاك موجود، انت بتروح بتبص على كيبانا، بتحاول الاول قبل اي حاجه ان انت تبص على كيبانا، قدرت ان انت تطلع المشكله من كيبانا خلاص شكرا، بترد على البيزنس والبيزنس او الكونتاكت سبورت، والكونتاكت سبورت بيتواصل مع الكاستمر بتاعك ويقولوا له مثلا والله في مشكله او هنحل المشكله دي ازاي، او ده اللي حصل مثلا اليومين اللي فاتوا. طب ايه الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه ان طبعا يبقى عندك اي بي ام تولز، الابلكيشن بلاتفورم مونيتورنج مهمه جدا جدا جدا. انا مدي هنا مثال جرافانا وبريميتيوس بحكم ان هم اشهر حاجه موجوده النهارده واوبن سورس، ولكن انت ممكن تستخدم زي ما انت عايز. في النهارده نيوريليك من الحاجات العظمه اللي موجوده النهارده، ممكن تستخدمه انتربرايز، بيديك كل حاجه في يو اي، يعني بيديك كل حاجه، يعني ناقص ان واحد من عندهم النهارده يجي يتصل بيك يقول لك يا باشمهندس المشكله عندك السيرفيس الفلاني. اخر حاجه انت محتاج تعملها الديستريبيوتد تريسنج، والديستريبيوتد تريسنج في الحقيقه هي ملهاش علاقه بالمايكرو سيرفيس، الديستريبيوتد تريسنج هي ليها علاقه بالديستريبيوتد سيستمز. اي ديستريبيوتد سيستمز بتتواصل مع بعضها لازم يبقى عندي طريقه معينه اللي هي التريسابيلتي، تقدر تقول لي والله ان في اللحظه دي سيرفيس اي كلمت سيرفيس بي، سيرفيس بي كلمت سيرفيس سي، ولو ما سيرفيس سي جت ترد على سيرفيس بي حصل اوتج وايه سببه ووصلنا لانهي ستيب، ازاي كنت بكلم كافكا وبعد كافكا ما جاليش رد، فانت هتعرف ان والله المشكله حصلت في الستيب دي في المايكرو سيرفيس دي. بيديك ايه كمان ديستريبيوتد تريسنج؟ بيديك تريس اي دي. ايه التريس اي دي؟ التريس اي دي ده يونيك ايدنتيفاير، تقدر في اي لحظه تسيرش بيه على رحله او زي ما بنقول دوره حياه الريكوست ده من ساعه ما راح للاي بي اي جيت واي لغايه لما حصل المشكله او رجع لك الريسبونس. Can you give us some examples of distributed tracing؟ حاضر حاضر. هو الديمو انا هقول واحد ودلوقتي هقول لك الباقيين. يعني مثلا عندك distributed tracing، عندك النهارده ييجر، ويجر موجود as a built-in tool، لو انت بتستخدم Kubernetes Service مش هتلاقيه موجود built-in، او ممكن تستخدمه as a standalone زي ما احنا هنشوف مثلا في الديمو. عندك زيبكن، زيبكن برضو من الديستريبيوتد تريسنج اللي مشهوره جدا. وعندك اعتقد في تول ثالثه بس انا مش فاكرها، بس هي شغاله على اوبن تيلمتري، ممكن برضو تستخدمها، فهي دي اللي بتستخدمها الديستريبيوتد تريسنج. طيب انا عندي سؤال بخصوص الموضوع ده، هل التولز دي بتشتغل لوحدها؟ يعني هي انا لو عملت انستول لجرافانا وبروميسيوس وييجر، هل هو هيشتغل لوحده وهيعمل لي كل اللي انا عايزه؟ سؤال ممتاز يا احمد، ممتاز والله. طيب على حسب التول هيختلف الرد، بمعنى يعني لو انت النهارده عندك انت عامل سيت اب على كيوبرنيتس وشغال مع سيرفيس مش، فانت عندك باي ديفولت بيلت ان فيتشر موجوده من ضمن السيرفيس مش هي الييجر اللي هي بتديك الديستربت تريسنج، فانت مش هتمد ايدك على اي حاجه وهتشتغل اوتوماتيكلي فور يو. ازاي؟ ما انت في الاخر كل الكيوبرنيتس بودز اللي شغاله عندك هي اوريدي سيستم انت عاملها ديبلوي عندك، فخلاص انت بقيت اجنوستيك تماما من السيستمز، انت مش محتاج تعدل الكود، كيوبرنيتس هيهاندل دي فور يو. ازاي؟ ان هو هي هوك السيستم بتاعك، وهيبقى انت كل اللي مطلوب منك ان انت تاكسبوز هيلث تشيك. لو انت ما عملتش اكسبوز للهيلث تشيك ده ثرو السيستم بتاعك، كيوبرنيتس بيعتمد على الهيلث تشيك بتاعه هو، ان هو بيشوف البوت دي في اي لحظه افيلبل ولا نوت افيلبل، فده اوتوماتيكلي هتشتغل في الريو. لكن لو احنا هنتكلم على الييجر، لا الييجر الكلام هيختلف، الييجر هو مش اجنوستيك لوحده. يعني ايه؟ يعني الييجر هيطلب منك على الاقل اديني لو سمحت بعد اذنك اللاو السيستم بتاعك ان يديني هيلث تشيك، اللاو السيستم بتاعك ان يديني متريكس ثرو اي بي اي كول، وهو بيبدا كل 5 ثواني يبدا يروح يشوف المتريكس دي وصلت لايه. نفس الكلام مع زيبكن.
فالرد هنا it depends على التول اللي انت هتستخدمها، ولكن بصورة كبيرة هتلاقي كل الناس بتحاول ان هي تروح اجنوستيك. طب جرافانا وبرميثيوس، جرافانا وبرميثيوس من كتر ما هم بقوا ماتيور النهارده، هتلاقي الفريم ووركس على اختلاف اللانجوجز اوريدي بتبروفايد ليك لايبرز او ارتفاكتس او ديبندنسز، كل دول في الحياه ان انت تحطها عندك في السيستم او في السورس كود بتاعك هي اوتوماتيكلي كونكت. ليه؟ لان بقت ستاندرد النهارده ازاي جرافانا بيفتش الميتريكس وبيفتش الداتا من بيرميتكس. حلو جدا. رديت على سؤالك يا احمد؟ اه بالظبط، انا كنت بس عايز اوضح للناس ان انت مش مجرد هتعمل انستليشن للتولز، غالبا انت هتحتاج تبيلد متريسيز، وان كل سيرفيس هتكسبوز حاجه معينه، يعني هتعمل شغل، مش مجرد انا عملت انستول خلاص اشتغلت والدنيا شغاله. بس انت طبعا جبت كيس بتفترض ان انا بستخدم كوبرنيتس، فهو بياخد المعلومات دي من كوبرنيتس، من المعلومات اللي اوريدي عنده، فدي كيس برضو كويس بالظبط انك ذكرتها يعني. بالظبط. فده اللي احنا قلنا ده اسمه ايه؟ اسمه مايكرو سيرفيس اكسبلوجن. ده اللي الناس بتتريق على اللي بيحصل ويقول لك ده الاكسبلوجن. لا، هو مش اكسبلوجن، هو الفكره كلها ان انا محتاج كنترول من دي 1، سواء انا عندي الشكل ده او عندي 5 سيرفيس شغالين مع بعض. حتى لو 5 سيرفيس ستيل في كومبلكستي عليا، لان انا في الاخر بشوف بعين واحده، يعني ما عنديش غير عين واحده. لما هاجي ابص على مشكله، خصوصا لما ابقى صاحي من النوم في برودكشن سبورت، مش هيبقى عندي اي افيلابيلتي ان اقول انا عندي الشكل ده او عندي 2 سيرفيس بيكلموا بعض. فاحنا بنحاول ان احنا نكنترول الكلام ده ثرو اللي احنا قلناه. طيب ده مثلا مثال من ييجر، وده اللي احنا بالمناسبه هنشوفه في الديمو ان شاء الله دلوقتي. انا عندي ايه؟ انا عندي هنا 4 او 5 مايكرو سيرفيس بيكلموا بعض. الايدج سيرفيس دي الاي بي اي جيت واي، بعتت الريكوست لفلايت سيستم. الفلايت سيستم ده راحت تعمل عنده بوكينج لنيو فلايت، فاضطر الفلايت سيستم ان هو يكلم الكاستمر سيرفيس. وهي دي بقى الحته اللي احنا بنقولها، الكاستمر سيرفيس شغاله بداتا بيز بتاعتها، محدش تاني بيكونكت عليها، والفلايت سيستم شغال بداتا بيز بتاعته، محدش بيكونكت عليه. الفلايت سيستم عنده بيانات الفلايتس، والكاستمر عنده بيانات الكاستمر في الداتا بيز بتاعته. طيب لو الفلايت عايز يبوك نيو فلايت لكاستمر، هو محتاج يعرف الاول الكاستمر ده ريجسترد ولا لا. لوجيك ميك سنس، صح؟ طيب ازاي يعرف؟ ما عندوش المعلومه دي، لازم يروح يتاكد من عند المايكرو سيرفيس الثانيه اللي هي الكاستمر. فهو ده اللي احنا بنقول ده الكوميونيكيشن اللي هيحصل، وده الباترن اللي لازم تافويد ان انت تعمل عكسه، ان انت تخلي الاثنين بيبصوا على نفس الداتابيز. ده انتي باترن. طب ليه انتي باترن؟ لان لو في اي لحظه حصل تعديل على الداتابيز، المايكرو سيرفيس اللي اول هتشتغل، المايكرو سيرفيس الثانيه داون، كل سنه طيب، في مشكله. ما بقوش لوز ف لي كابل. بالظبط، ما بقوش لوز لي كابل. طيب جه بص بقى الجمال مع حاجه زي دي، لقى راح كلم الكاستمر، الكاستمر رد عليه، الفلايت بعت رد على الـ على الـ على اليوزر، وبعت اسينكرونسلي ثرو ايفنت لايميل سيرفيس. قال لو سمحت كمان ابعتي ايميل للعميل ان التيكت وادي التفاصيل واحد بلا 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 بلا. بص ييجر بيقول لك ايه؟ ييجر يقول لك ده خد بالك انت كمان لما عملت هنا 1 2 3، لما وصلت في الخطوه دي الفلايت سيستم بعت على كافكا توبيك اسمه ايميل توبيك، والايميل توبيك ده اللي عمل له كونسيوم ايميل مايكرو سيرفيس، وردت او سحبت الريكوست من الايميل توبيك. فانت بقى عندك ايه؟ هاي فيزابيليتي على اللي بيحصل عندك. بالظبط. اعرف ناس اشتغلوا بالتريسابيليتي از ا بزنس ديسيجن، في الحقيقه يعني ده خطر. يعني ايه؟ يعني ان انت تستخدم التريسابيليتي اللي بالشكل ده عشان تاخدها مثلا از ريبورت تقدمه للعميل، ده خطر جدا جدا جدا. ليه؟ ودي نقطه مهمه جدا لازم نوضحها هنا. اللي حصل هنا ده مجرد سامبلينج بيحصل من السيستم بتاعك، لكن ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان انت تخلي تريسابيليتي ستاك عندك او تريسابيليتي تول شغاله زي ما بنقول 24/7 مع السيستم بتاعك. ما ينفعش. ليه؟ لان هي هتفضل بتتابع كل ريكويست، فهتحط عليك بيرفورمانس بوتل نيك. طب امال ايه الحل؟ الحل ان انا بعمل سامبلنج كل شويه، التول دي بس بتروح تاخد سامبلز، تروح تاخد سامبلز، ان في اي لحظه لو انت حبيت تفهم ايه اللي حصل ترد عليك. والله ده، طب لو بقى انا جيت اشوف الريكويست ولقيت الريكويست بتاعي مش من ضمن السامبل دي، مش من ضمن السامبل اللي انا خدتها، هي مش مطلوب منها ان هي ترد على كل ريكوست،
امال انا اعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي لازم يبقى عندك اولا اللوجز بتاعتك اللي انت حاططها على كيبانا اللي تقدر من خلالها تتريس السيستم بتاعك. الحاجه الثانيه ان انت يبقى عندك الميكانيزم اللي يخليك ريبروديوس اي ايشو تحصل على البرودكشن، وده اللي هنقوله في اخر توك ان شاء الله، الديف برود باريتي. انا لازم وانا ببيلد السيستم بتاعي بغض النظر هو على انهي اركتكتشر، لازم اقدر ان انا في اي لحظه اريبروديوس اي مشكله حصلت على البرودكشن، والا مش هقدر اسبورت. لو انا اعتمدت على التولز خلاص، يبقى نجيب بقى اوبن اي اي، نجيب شات جي بي تي حل لنا بقى كل حاجه. لكن لازم طبعا يبقى فيه هيومن انترفيشن، ولازم يبقى ليك دور في السيستم بتاعك. طب لو اللي عندي المشكلة يوزر او داتا ريليتد بيوزر معين او مجموعة من اليوزرز، مش مشكلة عامة، يعني مش كل اليوزرز بتحصل لهم دي، بتحصل لبعض الناس عند كيس معينة، فاقدر اتريس دي ازاي او اشوفها ازاي؟ كيبانا طبعا، هتديبند على كيبانا. اروح كيبانا مش ابص انت عليه. بتحط في كيبانا، مش انت عندك في كيبانا اللوجز بتاعتك، وكيبانا اوفر الاستيك سيرش بيديك ان انت تريديوس السكوب. فلو انت حتى مش عارف ايه سبب المشكله، بس على الاقل عارف وقتها، فتقدر تريديوس السيرش تايم اللي انت بتسيرش فيه على كيبانا، تجيب الوقت وتبدا ان انت تتريس بعينك وتفهم من اللوجز. انا كان قصدي لو في طريقه في الحاله دي، يعني للكيسز دي، بس هي دي غالبا بتجيب الكيسز اللي انا شفته، يعني انها بتجيب الكيسز الجينيريك. لو في مشكله عامه عند كل الناس دي لوقتها بتبقى سهله، انما لو مشكله خاصه بيوزر الموضوع ما بتبقاش التولز طبعا دي مفيده قوي، يعني طبعا بتحتاج ان انت طبعا برضو تبص بنفسك. طبعا طبعا. وفي الحقيقه احنا مش عايزين نلغي دور الانجينيرز. الانجينيرز هم اللي عليهم يعني كل او الجزء الاكبر من الشغل. وفي الحقيقه في حاجه برضو مهمه جدا لازم نوضحها هنا، الديفوبس تيمز. لو انت شغال في شركه عندك اكتر من تيم، الديفوبس تيم ده يعني ده فعلا ده الكور بوينت اللي حواليها بيدور كل حاجه. يعني ايه؟ يعني انا المايكرو سيرفيس، لو انا هقول انا افولو مايكرو سيرفيس اركتكتشر ولا ابيلد ديفوبس صح؟ لا، ابيلد ديفوبس. الديفوبس هيجي قبل المايكرو سيرفيس. ابيلد سي اي كونتينوس انتجريشن بايب لاينز الاول ولا ابيلد ديفوبس؟ لا، ابيلد ديفوبس. فما ينفعش تلغي ابدا دور الانجينيرز. الانجينيرز هم اللي عليهم الجزء الاكبر، ولكن احنا بنحاول ان احنا الاوتوميت قدر الامكان عشان نيسر على نفسنا. تمام. طيب طبعا انت بقى السؤال اللي في دماغك، طب انا يا باشمهندس شغال النهارده ليجاسي او شغال مونوليتيك او شغال على سيستم ومطلوب مني ان انا اروح مايكرو سيرفيس، وده اصعب سؤال في القصه دي كلها. الكلام في انك تروح من ليجاسي او من مونوليتيك لمايكرو سيرفيس كتير قوي. ولو جيت تشوف يعني هتلاقي مثلا عندك سام نيومان عامل كتاب مخصوص اسمه From Monolithic to Microservice، ممكن تبقوا ترجعوا له، الكتاب ده بصراحة عظيم. ولكن بعد ما هتقرا الكتاب مش هتلاقي ستاندرد، يعني انت اديت ريكومنديشن لكن مش حاسسها ستاندرد بروسيجر اي حد يقدر يفولو. طب ايه الطريقة العامة اللي ممكن اي حد يعملها؟ واحمد اعتقد ممكن يكون قابل حاجة زي كده مؤخرا، ان يبقى عندي سيستم انا عايز ابني منه مايكرو سيرفيس. هشوف الاول انا عندي كام تيم، هنتفق الاول كام تيم هيمسك كل تيم هيشتغل على انهي بيزنس فانكشناليتي، وهبدا ان احنا كلنا يلا يا جماعه كل واحد يعدل، وكل واحد يعدل الجزء بتاعه، وبعد كده هنكسر واحده واحده، كلنا نشتغل على نفس السورس كود. طيب ايه المشكله اللي هتقابلك مع حاجه زي دي؟ ان هتبدا تلاقي نفسك انت بتشيل كود التيم التاني عايزه، التيم التاني شال كود انت عايزه، ان انت عدلت الطريقه اللي التيم التاني اعتمد ان هو هيبني عليها. ليه؟ كلنا شغالين على نفس السورس. دي طريقه وارده وموجوده وليها مشاكلها. طب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه واللي هي ظهرت تقريبا 2019، واللي هي انا شفتها بصراحه يعني احسن طريقه، خصوصا لو انا هبني ومعايا الفلوس وما عنديش المشاكل اللي هنقولها كمان شويه، اسمها تاكتيكال فوركينج. التاكتيكال فوركينج دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك بدل ما هخلي كل التيمز تشتغل على نفس السورس كود، هشوف الاول مين الاونر بتاع الليجاسي سيستم او بتاع المونوليتيك سيستم ده، وهقعد معاه هيعمل شير نوليدج او هيعمل نوليدج ترانسفير لكل التيمز، بحيث ان كل التيمز تبقى عارفه السورس كود ده شغال ازاي. ده بيوفر عليا وقت. بعد كده هبدا ان انا اقول لكل تيم تفضل السورس كود عندك على الريبوزيتوري بتاعتك، عندك على الانفايرمنت بتاعتك، كل البروجكت.
وكل تيم هيشتغل على السورس كود اندبندنتلي. فانا حليت المشكله بتاعت ان في اي لحظه هيبقى السورس كود بتاعي حصل فيه شورتج نتيجه ان صاحبي او التيم التاني عدل عليه. طب هيبداوا يشتغلوا ازاي؟ كل تيم هيشتغل على الموديول او السورس كود بورشن اللي هو مهتم بيه، وكل ما يخلص يمسح البروجكت. طب ليه اللي شغال او المونوليتك اللي شغال؟ هنا يجي دور الجيت واي. الجيت واي كل دوره في الحياه ان هو بيعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا بيراوت. فالجيت واي هيفضل بيراوت على السيستم القديم، والجيت واي هيفضل شغال على السيستم القديم. وانس ما السيستم هيبدا ان هو يقرر ان هو خلص ونظف الكود بتاعه وهيروح برودكشن، الجيت واي هيعمل ايه؟ هيحط كونتكست جديد للاي بي ايز بتاعته. الاي بي ايز بتاعته دي ممكن تبقى على سبيل المثال اي بي اي سلاش كاستمر. فالجيت واي اول لما يجي له ريكوست بيبدا باي بي اي سلاش اي بي اي سلاش كاستمر، بدل ما هيراوت على المونوليتك سيستم هيراوت على ايه؟ هيراوت على المايكرو سيرفيس اللي شغاله جديده. فده كان من اسرع، مش لا خلينا ما نقولش اسرع، كان من انسب وايسر الطرق اللي يخليك تافويد ده. طب ايه مشكلته؟ مشكلته في الحقيقه اكتر من حاجه. اول حاجه ان انت محتاج ان انت تريبليكيت. يعني ايه؟ يعني انا محتاج لكل تيم انفايرمنت جديده، وده في حد ذاته كوست شويه، خصوصا ان هما انت ما بتخلص شغل وبتطلعه برودكشن، انت بيبقى عندك اكتر من انفايرمنت. طب لو انا بقى عندي الموضوع ده اوفر بايب لاينز، المشكله دي اتحلت ليه؟ لان انا اوريدي عندي من كل حاجه، عندي الانفايرمنتس جاهزه، اديني بس المايكرو سيرفيس الجديده وانا هحطها على البايب لاينز وهتبقى اب اند رانك. ادي المشكله دي اتحلت. طب ايه المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه التايم اللي هحتاجه عشان اعمل حاجه زي كده. يعني ايه؟ النولج ترانسفير مهما كانت مباشره ومهما كانت قويه، بحتاج من وقت للتاني ان انا ارجع للراجل اللي عمل النولج ترانسفير واقعد معاه. فبدل ما كان هيقعد مع تيم واحد، او بدل ما كنا هنقعد معاه كلنا از جروب بنتكلم في نفس الحته، هو نفسه هيبقى بيتعامل مع اكتر من تيم. فالموضوع ده هياخد تايم كونسيومنج شويه. فدي كانت من المشاكل اللي بتقابلنا مع حاجه زي دي. المشكله الثالثه اعتقد ممكن احمد يقول لنا المشكله الثالثه ايه. بالظبط دي كانت نقطه اعتراض لما احنا اتناقشنا قبل كده في الموضوع ده، انه كل تيم حاليا دلوقتي معاه نسخه كامله من البروجكت عنده، فكل تيم محتاج ينظف الحاجات اللي هو مش محتاجها. يعني ده جزء من دوره عشان ما انا استفدت ايه لما انا خليت المونوليث كله عندك في الاخر؟ يعني فانت في دور انك تنظف وتسيب بس الحاجات الخاصه بالدومين بتاع السيرفيس بتاعك. فده معناه ان التيم بتاعي هيمسح حاجات، انت هتمسح نفس الحاجات دي لو هي مش مشتركه ما بيننا، ولا انا بستخدمها ولا انت بتستخدمها، فانت صح. هتضطر تمسحها انت كمان، ففي دوبلكت في الكلين اللي خد وقت اكتر. صح، بس هي تريد اوف. هل انا ابقى بمسح واخد وقت اطول بس انا بمسح سيفتي، يعني انا بمسح ان سيف سايت، ولا امسح بالظبط؟ هي ميزتها كده، لان انا اصلا جربت الطريقتين. يعني فانا كنت بمسح انا حاجات، يعني كنت اوقات بعمل مثلا ميرج ريكوست مسح فوق ال 50,000 لاين مثلا في ميرج ريكوست واحد، فلاقي ناس جات تصوت بعدها، يا جماعه ما انا سالتكم وقلت لي مش ما بيستخدمش، واكتشفوا وقتها ان هم بيستخدموا الاي بي ايز دي وان كانوا بيحتاجوها، فرجع يا ابني الحته دي. فتبدا ايه، حصل مشكله تقوم جاي مرجع بقى الكلام ده. الحته اللي انت بتقولها امن، انت هتشيل، مفيش حد هيهت الكلام ده، مش حد هيسال عنه، لان انت بس الوحيد اللي بيجي لك ريكوستات خاصه بالدومين بتاعك. فدي بس هي دي الرياليتي. مفيش حاجه ايديال. التنظيف بياخد وقت كتير جدا، يعني انك تنظف اصلا وتشيل كميه الكود الكتير اللي انت مش محتاجها وتتاكد ان الدنيا تمام بياخد وقت. هي طبعا انا متاكد ان الدنيا تمام، لان انا بشيل كود انا متاكد ان انا ما بستخدموش، ولو حد تاني بيستخدمه مش هيهيت عندي، هو هيهيت عنده هناك في النسخه بتاعته، فدي امان. بس التنظيف نفسه يعني برضه مكلف. يعني صح، وده اللي احنا بنقوله، هي دي الرياليتي. مفيش حاجه هي ايديال 100%. دايما في زي ما بنقول بيبقى بتعمل كومبرومايز لحاجات، ولازم عندي تريد اوف. مفيش حاجه هي ايديال 100%، ولكن هي في الاخر الطريقه اللي انسب، اللي انت بتشوفها اريح ليك وللتيمز وللشركه بتاعتك. وما دام انت اتكلمت على نقطه التنظيف دي، خلينا نوضح حاجه مهمه جدا. هو انا ازاي اصلا افيريفاي ان اللي انا عملته، الكود اللي انا مسحته ده، ما افكتش السيستم بتاعي؟ هجيب بوست مان كوليكشن وهرن الاي بي اي؟ لا طبعا، ده ما ينفعش. هنا بقى يجي دور ممكن اكون انا في خلاف شويه مع زملاء، دور اليونت تيستينج ودور الانتجريشن تيستينج.
الانتجريشن تيستنج واليونت تيستنج هما جزء لا يتجزأ من السيستم من الديفلوبمنت. يعني ايه؟ يعني لو انت حضرتك النهارده مش عامل انتجريشن تيستنج ويونت تيستنج، خلينا نقول ليترالي لكل بيزنس فانكشناليتي عندك، انت معرض لبرودكشن ايشوز مهما حصل تيستنج من الكيو اي تيم بتاعك، ومهما جالك اكسبتنس من يو اي تي تيم بتاعك، انت معرض لايشوز. طب ده بيبان معايا ازاي؟ ده بيبان معايا ان لو انا باني الفيتشر دي وعامل ليها اليونت تيستنج والانتجريشن تيستنج، بغض النظر انا بفولو تي دي دي ولا شغال ايا كان الميثودولوجي اللي انت شغال بيها، بس باني في الاخر يونت تيستنج وانتجريشن تيستنج، اول لما السيستم بيجي يتعمل له بيلد، فيرست ستيب بعد ما بيحصل له بيلد، خش على سي اي بايب لاينز، رن اليونت تيست، رن الانتجريشن تيست. لو اليونت تيست فين، البيلد مش هيكمل، مش هطلع ارتيفاكت، مش هطلع ديليفربل. لو الانتجريشن تيست فين، مش هطلع ارتيفاكت، مش هطلع ديليفربل، وانا هادابت وهحل المشكله بتاعتي. طب يا باشمهندس، ما انا عملت جربت بالاي بي اي بوست مان والدنيا تمام. انت جربت بالاي بي اي بوست مان اللي انت عارفه، طب واللي زميلك بناه واشتغل فيه؟ ما تعرفش عنه حاجه، ولو تعرف عنه حاجه مش هتبقى فاهمه بنفس الطريقه اللي زميلك اشتغل فيه، لان هو اللي بنى الفيتشر دي، فهو اللي حاطط التستنج بتاعها. فلازم التست كفرج بتاعك يبقى عالي جدا جدا جدا، خصوصا مع المايكرو سيرفيسز. طب عشان الموضوع ما يتاخدش بمعنى غلط، هل ده معناه بقى ان انا يا باشمهندس اروح اتست الريبوزيتوري لاير بتاعي، اروح اتست الداتا لاير بتاعي؟ لا، احنا بنقول تيست كل بيزنس فانكشناليتي، هي دي الكي وورد اللي كلنا بندور عليها. بيزنس فانكشناليتي، حصل فيتشر، حصل تغيير، البيزنس فانكشناليتيز بتاعتي شغاله مظبوط. حتى لو في ايشيو حصلت تكنيكال وايز، البيزنس فانكشناليتي بتاعتي ما تاثرتش، البيزنس ما تاثرش. فلو اشتغلت حتى على البرودكشن وفي مشكله، البيزنس ما تاثرش، وهاخدها في السبرنت اللي بعده، وهاخدها في وات ايفر، هاخدها بعد كده وقت ما اخدها، بس انا مطمن ان السيستم بتاعي شغال مظبوط. طيب نيجي بقى للجزء اللي ممكن يكون متعب شويه لو خبطت فيه، لو ما خبطتش فيه فانت في امان. الكانتريز كومبلاينس، يعني حضرتك السيستم بتاعك بعد ما عملت له ديبلوي، طلع عملت له ديبلوي في الكانتري دي، الكانتري دي هي تحت ريجوليشنز الكانتري اللي بتحكمها. يعني ايه؟ يعني في قوانين ماشيه في الدوله اللي انت عامل فيها الديبلويمنت ده عندهم في الداتا سنتر بتاعهم. مين اللي بيحكم دي بقى حاجه خارجه عن ارادتك، دي اللي بيحكمها الدوله. فالدوله ممكن تطلع في اي لحظه بقانون يبقى يعني مقتل للشركه لو انت مش عامل حسابه ومحتاج ان انت تأدبت بسرعه. عايز تقول حاجه؟ لا، انا يعني افتكرت كيسز وانت بتقول، يعني فانه يعني ممكن قانون فعلا يخلي انت مش عارف تعمل ايه، اللي هو ممنوع ان الداتا بتاعتك تطلع بره، ممنوع ان الداتا تكومينيكيت مع اي حد تاني خارج نطاق الاريا دي، فانت لو مش مجهز وده نفسك فعلا، انت بالسلامه يعني. وده اشهر حاجه فعلا بتحصل مع الكانتري كومبلاينسز، بتحصل حوالين الداتا. ازاي؟ طبعا فاكرين المالتي دي سي اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه. انت النهارده شغال على امازون، موجود عامل له ديبلوي في ايرلندا مثلا، وعامل له ديبلوي في بحرين، عامل له ديبلوي في مكانين، شغال على اي دبليو اس. جيت سمعت كده ان والله السيستم بتاعك في بحرين، قال لك احنا مش هنشتغل تاني مع امازون، امازون فايرد، مفيش اي دبليو اس تاني عندنا. يعني شوف لك مكان حط على السيستم بتاعك. طيب، طب ده ليه؟ ده هو احنا كده، احنا حرين، ده قانون الدوله. انت يعني انت شركه شغاله جوه الدوله، ده قانون دوله، انت مالك؟ فلازم يبقى عندك الكومباتيبلتي او الكومباتيبلتي اللي تقدر تشتغل عليها في حاجه زي كده. طيب ايه كذلك؟ ان لا، هيقول لك بقى هيصعبها عليك اكتر واكتر واكتر. لا، احنا اسفين جدا، مفيش داتا هتطلع بره الدوله زي ما احمد قال. يعني الانفايرمنت اللي انت مقومها في ايرلندا دي، تشوف لا معاك 3 شهور شت داون. طب لو ما عملتش كده، لا لو ما عملتش كده خلاص انت حر، هنقفلك الشركه. فهبدا اول حاجه اعملها عشان احل المشكله دي، هبدا اول حاجه اشوف بقى داتا مايجريشن. داتا مايجريشن بروسيس، وداتا مايجريشن بروسيس عنيفه جدا 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 عشان الحق نفسي في الموضوع ده. ازاي؟ انا مش شغال كلاود نيتف. يعني انا مش شغال كلاود نيتف، يعني السيستم بتاعي ما يقدرش ان انا اتحرك من كلاود بروفايدر لكلاود بروفايدر.
طب ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا شغال على اي دبليو اس، فانا كومبليتلي بديبند على اي دبليو اس سيرفيسز. انا شغال على كوبرنيتيز اي دبليو اس، انا شغال على اي سي اس، انا شغال على اي سي 2، انا شغال على كل السيرفيسز بتاعت اي دبليو اس. ده انا شغال على داتابيز ار دي اس، ده انا شغال على داتابيز ارورا. فانت بتطلب مني دلوقتي اروح على كلاود بروفايدر اعمل ايه؟ فهتلاقي نفسك دي اول حاجه انت خبطت فيها لانك مش عامل حساب. طب الحاجات اللي بتستخدم سيرفيس تانية اس 3، عامل انتجريشن نيتف مع اس 3 من السورس كود بتاعك. انت عندك الاس دي كي بتاع اس 3، فانت كاتب اس 3 كود عندك في السيستم، خلاص ما بقاش في اس 3، انت رحت الاوبجكت ستور مثلا او اوبجكت ستورج على اوريكل، هتعمل ايه في حاجه زي كده؟ فهو هي دي بقى اللي احنا بنقوله، لازم تاخد بالك من دي 1 ان انت تبقى كلاود نيتف قدر المستطاع، عشان لو اتحطيت في موقف زي ده او اتطلب منك البيزنس ان انت تموف اون تقدر تتحرك. طيب حتى طب معلش لو انا هقطعك، ممكن يكون برضو الاسباب مش كومبلاينس، ممكن مش اسباب خاصه بالدوله، ممكن تكون اسباب خاصه بالشركه. هم الشركه مثلا لقوا ان الفاتوره علت عليهم جامد من الشركه دي، وليكن بيستخدموا اوراكل، واوراكل قالت لهم، زي حصلت كيسز مع شركات، لو انا فاكر شركه كبيره برضه كانت بتستخدم اوراكل وهم لايسنس غاليه جدا، فهم قالوا لا احنا بندفع فلوس كتير جدا لدي، فيا جماعه احنا عايزين نجهز نفسنا ان احنا هنمايجريت للداتابيس دي. فممكن وارد اصلا في اي شركه، حتى لو الشركه مش كبيره، يلاقوا ان الفاتوره غاليه بتاعت اي دبليو اس، وجالهم مثلا اوفر كويس من ايجور، قالوا لهم لو انتوا جيتوا عندنا هتدفعوا نص الفلوس دي لمده مثلا 5 سنين، فهو طبعا هيفرح، انا هدفع فلوس اقل، فيلا يا جماعه نروح هناك. فانت تيجي تقول له نروح فين، احنا لازقين هنا يعني. فلو الموضوع سهل فعلا زي ما انت بتقول انه كلاود نيتف فعلا، يعني او يعني كلاود نيتف بنسبه مثلا فوق ال 50 60%، فيبقى الشغل بسيط نقدر نروح يعني. بالظبط، طول ما الشغل بعيد عن السورس كود سهله. ليه؟ لان اي حاجه غير السورس كود هي ستاندرد، يعني الداتابيز، اي حاجه حوالين الداتابيز ستاندرد. انت مش هتعمل، ما فيش روكت ساينس، انت هتعمل حاجه من ايام محمد علي باشا بيعملوها، مفيش جديد يعني، خلاص بقت ستاندرد بروس. داتا مايجريشن هتلاقي بدل التول 1000 تول تحقق لك الداتا مايجريشن، هيبقى كل دورك ان انت تعمل ريسيرش، ممكن يكون عنيف شويه ولكن هتوصل لحلول، هتبقى راضي ومتاكد انها هتوصلك لنتيجه. الحاجة الثالثة اللي اغلب الناس بتهملها الديبلويمنت موديل نفسه. يعني ايه الديبلويمنت موديل؟ يعني انا مش شغال بدوكر، انا مش شغال كونتينرايزد، انا شغال بحاجة تانية. فالديبلويمنت موديل نفسه لو اختلف، ده هيتعب الديفوبس تيم بتاعك، هيتعب الاوبريشن تيم بتاعك. فلازم حتى الديبلويمنت موديل بتاعك يبقى كلاود نيتف، يبقى انت عارف ان لو انا اتحركت من هنا لهنا لهنا هيشتغل معاك. وهنا بيظهر طبعا جمال الكوبرنيتس، النهارده كل الشركات بتروح لكوبرنيتس، عشان هو اول حاجه بيقول لك انا اجنوستيك، انا كلاود اجنوستيك، تشيل من هنا تحطني هنا زي ما انت عايز. عايز تبيلد السيستم بتاعك، عايز تستخدم اي كي اس من اي دبليو اس هيشتغل كويس، عايز تشتغل على اي سي 2 هشتغل كويس، عايز اون بريمس هشتغل كويس، انا ما بشتكيش. فلازم تاخد بالك من الثلاث حاجات دول. الاجنوستيك ايشو مش بتقابل كل الناس ولكن موجودة، ومع المايكرو سيرفيس بيبقى ممكن تكون عنيفة. نيجي بقى النقطة، يعني ممكن ألاقي بقى كومنتس وكلامي هنا مش هيعجب الناس. احنا جينا قلنا ايه؟ جينا قلنا ان انا بستخدم في المايكرو سيرفيس عندي اكتر من كوميونيكيشن، من ضمنهم ان انا اشتغل لاما بي بي اي سينكرونسلي، لاما اشتغل اسينكرونسلي ثرو ايفنت. ومدام هشتغل مع ايفنت بيست solutions كافكا رابت ام كيو، لازم الاول اعرف ايه كافكا وايه رابت ام كيو. واحنا مش هنا مش هنقول بقى، مش هنخش، مش هنغوص في رابت ام كيو، ومش هنغوص في كافكا، ولكن هنوضح حاجه مهمه جدا. الناس النهارده بتروح مع كافكا as a hype، just hype. كافكا واو، يلا نروح، اسمه حلو، كان اسمه حلو، هم ارنبوا بعلامه يعني. بالظبط تلاقي هنستخدم ايه؟ هنستخدم كافكا. طيب يعني انا حضرت ده بنفسي، ان شفت كنت قاعد مع يعني زملاء، فبنتكلم في مشكله بره الشركه، فلقيت واحد بيقول ايه، طب ما نستخدم كافكا، يعني مش نستخدم ايفنت بيست سوليوشن وبعد كده نتكلم، لا ما نستخدم كافكا. هو ايه كافكا؟ يعني ايه كافكا؟ انا ما اعرفش ايه كافكا.
يعني انت عشان تتكلم انت بتتكلم هنا في كوميونيكيشن بارادايم، هتقرر هتستخدم ايه. طب التول دي بتعمل ايه والتول دي بتعمل ايه؟ ده اللي انا بلاقي الناس مش عارفاه تماما، هو هايب. انا عايز استخدم كافكا عشان كافكا كويس. كافكا كويسه لحاجات، كافكا مش كويسه لحاجات، لازم ابقى عارف ده ازاي. يعني كافكا، كافكا هي لوج ستريم. يعني ايه لوج ستريم؟ يعني هي الشركه لما جت تقدمها لك قدمتها لك از لوج ستريم عشان تستخدم عليها حاجه بثروبوت عالي جدا، فهتديك البيست بيرفورمانس حاجه زي كده. طب هو انت عندك الكوميونيكيشن ما بين المايكرو سيرفيس وبعضها بثروبوت عالي جدا؟ ده سؤال. اه عندي الكوميونيكيشن بثروبوت عالي جدا. هل الثروبوت ده بنفس الريت بتاع اللوجز؟ لا، يبقى انت مش محتاج كافكا. ده انا بس لو بتكلم بلدي من غير ما افهم ايه كافكا ومن غير ما اتكلم اي حاجه، انا بس لسه ايه بتناقش مع واحد ما يعرفش يعني ايه كافكا، العنوان فبدات اسال الاسئله دي. انت قريتي العنوان بتاع كافكا هو ايه، فبتجاوب بناء على المعلومات اللي عندك، يعني البيزكس اللي عندك. بالظبط. طيب هل ده معناه يا باشمهندس ما استخدمش كافكا؟ يا سيدي استخدم كافكا، انا مش معترض، بس استخدم كافكا للرايت تول. وهنا هنقول حاجه هي دي اللي بقى بقول ممكن تزعل الناس. رابت ان كيو في 90% من اليوز كيسز اللي انا اشتغلت معاها في تيليكوم، في مايكرو فاينانس، في كاستمر انجيجمنت، على اختلاف الفيلدز اللي اشتغلت عليها قبل كده، رابت ان كيو كان الاحسن، كان الافضل. ليه؟ لان رابت ان كيو هو مور فليكسبل، بيشتغل مع كومبلكس سيناريوز ما تقدرش كافكا ابدا تحققها، ابدا ابدا زي تحققها. ايه؟ وعشان زي ايه؟ تحققها بكافكا هتتعب. زي ايه؟ اول حاجه للي استخدم رابت ان كيو عارف ان انا عندي حاجه اسمها اكستشينج. الاكستشينج ده هو الراجل الويتر بتاعك اللي بياخد الرساله منك يوصلها لحد. ففي يوز كيس مشهوره جدا جدا جدا، ايه هي؟ ان انا يبقى عندي فيلير حصل، فانا عايز احط المسج دي في مكان في باكيت بنقول عليها ديد ليتر كيو، وكمان شويه انا عايز افيتش المسج دي تاني اجين اوتوماتيكلي وبهيف. عشان تعمل الكلام ده بكافكا هتلاقي في حاجه اسمها كافكا عملتها اوت اوف نو ريزون كده، سميتها لك ديد ليتر توبيك، ديد ليتر توبيك، وقالت لك انا بعمل نفس الكلام. في الحقيقه هي ما بتعملش نفس الكلام، هي بتحط لك المسج في مكان وبتقول لك بقى روح انت شوف انت عايز تعمل ايه معاه. طب يعني ايه؟ يعني لازم يبقى في مانوال اكشن. لكن رابت ام كيو هو مور فليكسبل، الاكس تشينج ده يقدر ان هو يبعت لك المسج دي من اي مكان لاي مكان لاي عدد من الكونسيومر، او في الحاله دي احنا بنقول عليهم في الحقيقه سبسكرايبرز. وده يعني كور كونسبت ما بين كافكا وما بين رابت ام كيو. رابت ام كيو بتشتغل بحاجه اسمها بول موديل، لكن رابت ام كيو بيشتغل ببب سب. عندي ببلشر وعندي سبسكرايبر. يعني ايه؟ يعني انا اللي ببوش المسج للسبسكرايبر، وده دور الاكستشينج. فلو انا جيت قلت لك لو سمحت انا عايزك تبعت المسج دي لما تشوفها بالهيدر ده ابعتها للكونسيومر ده والكونسيومر ده والكونسيومر ده، مش هتعرف تنفذ الكلام ده بكافكا. لو انا جيت قلت لك في اي لحظه انا عايزك ان انت تعمل بريورتايز للمسج، مش هتعرف تعمل الكلام ده بكافكا. فلازم تبقى عارف التول. وهنا انا مش مع حد، انا مش مع كافكا او مع وانا ما الانكيو. عنديش معلومه في الحته دي برضو، يعني فانا هبلع الكلام وهن هن هن هنرجئ الموضوع لرجب، ونجيب نعمل الصلح خير ونعمل الصلح خير ونجيب نشوف الموضوع ده، هل كافكا هتقدر تحل الحته دي ولا لا. انا بصراحه ما عنديش النولج في الحته دي، ما فممكن هو انا عشان ما اشوفها بعد زعلش حد، الحلقه واجي اتخانق انا معاك بعدها. لا ما هو انا عشان ما زعلش حد، انا مش مع كافكا ومش مع رابت ام كيو، ولكن احنا بنقول لازم تبقى عارف الفيتشر. وان كنت اشتغلت مع كافكا تقريبا 5 سنين، واشتغلت مع رابت ام كيو 2.5، يعني حتى رابت ام كيو استخدمتها اقل، بس قابلت اليوز كيسز اللي انا محتاجها يعني خلينا نقول بمور كومبلكستي قدرت احققها برابت ام كيو. مع كافكا كنت عمري ما اقدر اعمل حاجه زي كده. وقلنا دلوقتي اخر حاجه ممكن تعملها بكافكا ولكن صعبه جدا، ان انت تعمل ديلي. يعني انت عايز المسج دي يتعمل لها كونسيوم بس افتر سام تايم، تقدر تحققها بكافكا ولكن صعب جدا، وتحتاج مانوال بروسيسنج على السورس كود. دي حاجات بتجي لك اوت اوف ذا بوكس مع رابت ان كيو. فالشاهد من الكلام ان مفيش حاجه اسمها التول دي هي الساحر اللي هيحل لي كل حاجه. لازم قبل ما استخدم التول دي لازم ابقى عامل اناف ريسيرش يديني اليوز كيسز اللي انا بستخدم فيها التول دي، وحبذا لو ما اخدش اليوز كيسز من الويب سايت الاوفيشال بتاع التول.
بالظبط لان كده. الويب سايت الاوفيشال بتاع التول هو بيعمل ماركتنج، هو مش الراجل مش هيطلع يقول لك التول بتاعتي دي حلوه بس مش حلوه في واحد اتنين تلاته، ده يعني ده امين قوي وهيطلع من السوق قريب. بالظبط. طيب امتى الكيس اللي انا فعلا محتاج اروح لكافكا؟ يعني انا في السيستم عندي بستخدم رابت ام كيو، فحصل ايه خلاني اقول ايه ده، لا ده رابت ام كيو فيه ليميتيشن في الحته دي، ما يقدرش يفيد في الحته دي، فانا محتاج اشوف حاجه تانية. انا مش هقول كافكا يعني، ما لو كافكا بتزعلك مش هجيب سيره كافكا، احنا هنقول محتاجين حاجه بتحل المشكله دي، وطلع بالصدفه ان كافكا بتحلها. هي ايه بقى؟ يعني هقول لك مثلا حاجه على مستوى لسه قايل لنا من شويه الاي ال كي. الاي ال كي ستاك بيشتغل عن طريق ان هي بايب لاينز من اكتر من تول، هي بتشتغل في الاخر من عند اللوكس لغايه لما بتوصل من عند فايل بيت اللي انت بتستخدمه لغايه لما بتوصل على كيبانا وتظهر قدامك. لو انت استخدمت كافكا في اي ال كي ستاك انت هيبقى عندك كيبانا ماتيوريتي وكيبانا بيرفورمانت بطريقه غير طبيعيه. يعني بتلاقي اغلب الناس بتشتكي او اغلب التيمز بتشتكي ان المعلومه بتظهر او الداتا بتظهر على كيبانا ولكن بتتاخر، بتقابل ناس واحيانا في ناس بتقول لك في دروبس بيحصل. اغلب الناس دي هتلاقيها لا اما شغاله من فايل بيت للستاك دايركتلي، لا اما حاطه رابط ام كيو، حاطه رابط ام كيو از لاير في النص. فرابط ام كيو مش ده مكانه، هو ما بيديش الثروبوت ده. طب مين اللي بيدي الثروبوت ده؟ كافكا. فلو استخدمت كافكا مع اي ال كي لحاجه تسبورت ليك الريبورتنج بالذات هتلاقيها شغاله ممتازه، ممتازه جدا جدا جدا. طب هل مش ما ينفعش استخدمها مع انتجريشن ما بين المايكرو سيرفيس وبعضها؟ ينفع، بس هتقابلك اكتر من مشكله. اشهرهم ان لو انت بتكونسيوم من مسج وعايز تروح تفيتش من داتا ستور، انت الكونسيومر اللي شغال ده شغال بريت عالي جدا. ليه؟ لانه شغال اوفر كافكا. فكافكا هتديك مش زي رابت ام كيو بتديك بري فيتش سايز، بتديك عدد معين انت تهندلهم وبعد كده تبعت لك اللي بعده باتشات، قاعده تبعت لك باتشات. لا، كافكا بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو اسرع ما يمكن، خد اسرع ما يمكن. فلو انت مش لو انت في النص اي بي اي كول، في النص فيتش من داتا ستور، في اي بلوكينج كول بيحصل عند الكونسيومر، انت بتوفر ويلم السيستم بس انت مش فاهم ده. وتاني عايز تاخد الكابكا استخدم الكابكا، انا مش عايز ازعل حد. فالكيس اللي انت قلتها، لان في حاله اللوجز هو اللوجز عباره عن ستريم والثروبوت عالي، بالظبط. فطبيعي انه يعني هو كافكا معمول يعني، او مش هو معمول للحته دي، او ده الاستخدام الاشهر ليه، ايوه او طبعا طبعا المشكله الاساسيه اللي كانت ظهرت لو انا فاكر مع لينكد ان كانت حاجه شبه كده يعني، وده اللي خلاهم يعملوه اصلا من البدايه يعني. قيس على كده اي حاجه، قيس على كده اي حاجه. يعني مثلا عندك اي او تي بروسيسنج عايز تحط اوفر كافكا يشتغل كويس برضه مفيش مشكله، بالظبط، قيس لانه على بيبقى ده عارف اي كتير. حاجه. بالظبط حلو جدا. فده اللي احنا عايزين نقوله، تشوز ذا رايت تول. طيب اخر حاجه ودي تعتبر بقى اهم حاجه واللي عندها يعني هنقفل وهنشوف الدم، الديف بروبرتي. من اللي احنا قلناه ده كله انا ممكن يجي في بالي سؤال قبل ما اتكلم في الحته دي. واضح ان المايكرو سيرفيس قويه، واضح ان المايكرو سيرفيس اركتكتشر بيحل لي مشاكل وان كان ليه كونسيكونسز ولكن بيحل لي مشاكل انا فعلا بقابلها. واضح ان المايكرو سيرفيس تايم تو ماركت هيبقى اسرع. طب السؤال اللي ممكن يجي في بالك، طب امتى مايكرو سيرفيس تبقى سيئه؟ امتى ما استخدمش مايكرو سيرفيس؟ امتى المونوليتيك يبقى افضل ليا؟ عشان نجاوب السؤال ده مش هنرجع للي احنا قلناه من اسباب قوه المايكرو سيرفيس، لا هنسال احنا او هسال نفسي انا سؤال، هل انا اقدر ان انا استحمل الليتنسي اللي ممكن تحصل في السيستم ده نتيجه كل النتوركس دي ولا لا؟ بالظبط. ده سؤال في الحقيقه، ده سؤال قاتل لمايكرو سيرفيس. والى الان وان كان هتلاقي بقى كله بيقول ايه، طبعا نستخدم كاشنج. لو عملت ايه؟ لو عملت ايه؟ لو سيستم كريتيكال وما بيستحملش ليتنسي ما ينفعش تروح مايكرو سيرفيس. طب ايه الحاجه الثانيه؟ ان انا عندي سيستم هو مش كومبلكس، يعني انا مش محتاج ان انا اكسره، انا جالي نيو ريكوايرمنت هبني لها سيرفيس او هبني لها سيستم بسيط مش محتاج يتكسر. هو من دي 1 السيستم مش محتاج يتكسر اصلا، مش محتاج يتقطع، اروح مع مايكرو سيرفيس ليه؟ خليني مع ده. الحاجه الثالثه، لو السيستم بتاعي انا عارف ان هو اوبريشنال كوست انا مش هستحمله لو انا قطعت المايكرو سيرفيس. ليه؟ لان المايكرو سيرفيس هي كاوبريشنال وايز هتبقى كوستلي في البدايه لغايه لما توصل لستيبل فيرجن من البرودكشن بتاعك. طيب فلو انت عارف ان البادجت بتاعتك مش هتبقى كويسه لحاجه زي كده خلاص مش هروح.
طيب كتيم بقى، ايه الحاجات اللي انا محتاج اعملها عشان ابقى ضامن ان انا شغال كويس؟ وفي الحقيقه احنا هنا هنقول كذا نقطه انا حاطتهم از ليست، يا ريت الناس يعني تبقى دايما حطاها في ذهنها. اول حاجه لازم تفكر في الانفرا بتاعتك. انا مالي ومال الانفرا، انا راجل سوفت وير انجينير، انا مالي ومال الانفرا؟ لا، هو انت لو ما فكرتش في الانفرا فانت هتتعب الاوبريشن تيم، ولو انت تعبت الاوبريشن تيم هيتعبوك، ولو الاوبريشن تيم تعب هيتعب الشركه كلها، لان هو ده اللي ماسك الكور. فلازم تفكر في الانفرا. طب ازاي؟ في كونسبت مشهور قوي في او في ميثودولوجي مشهوره جدا اسمها ديف برود باراتي، ودي من ال 12 فاكتور اب. وال 12 فاكتور ابس هي شويه فاكتورز جت مخصوصه عشان تسبورت البيست براكتس اللي تحت الكلاود نيتف. الديف برود باراتي بتقول لك ايه؟ بتقول لك يور لوكال سيستم شود بي امير فروم برودكشن. ده الايديال اللي لو قدرت تحققه انت 100% ان سيف سايد. يعني طبعا يعني مشروع انا بالفلوس. اقدر طبعا ان انا اقدر ابني نسخه من البرودكشن عندي على اللوكال ماشين، عندي على اللوكال انفايرمنت اللي انا بديفلوب عليها. كوستلي، ممكن تبقى كوستلي. طيب مع مع الدوكرز والكونتينرايزيشن والحاجات دي اعتقد ممكن تبقى سهله. ازاي؟ ان انا ممكن يبقى عندي لو انا شغال هبني كل الحاجه عندي دوكر، ويبقى عندي دوكر كومبوز فايل. الدوكر كومبوز فايل ده فيه كل الانفرا اللي انا بستخدمها، فيه كافكا انستنس، فيه ريدس انستنس، فيه ييجر، فيه الاوبزرفابيلتي ستاك، فيه كل حاجه. والنهارده الكوميونتي اديشنز من كل التولز بقت هتلاقي دايما فيه يعني 99% نسخه اوفر دوكر تقدر ان انت تحطها عندك وتستخدمها. ده اللي اكتر من كده، لو انت بتستخدم حاجه زي كافكا وعايز يو اي تول تشوف عليها المسجز ممكن تحطها از دوكر عندك. طب انا يا باشمهندس احنا شغالين كيوبرنيتس على البرودكشن، فانا عايز كيوبرنيتس عندي على اللوكال ماشين. جوجل في الحقيقه جت عملت لنا بروجكت كده، ممكن ما يكونش اغلب الناس عارفاها، ولكن بروجكت يعني فعلا وفر على ناس كتير جدا جدا جدا، اسمه سكافولد. سكافولد ده بتدي له دوكر كومبوز فايل، بيبني لك كيوبرنيتس كلاستر، بيبني لك كيوبرنيتس environments كاملة عندك، وبيخليها exposed على حسب استخدامها لو انت ما تعرفش Kubernetes. ولكن مع scaffold لازم تكون انت عارف Kubernetes. دي اول حاجة. الحاجة التانية الـ infra model، اني لو انا هروح على البرودكشن بدوكر image فانا لازم يبقى عندي دوكر image طالعة من الماشين بتاعتي رايحة على باقي الانفايرمنتس. باقي الانفايرمنتس دي هي ايه؟ هي ممكن تكون الديفلوبمنت، ممكن تكون الكيو اي انفايرمنت، ممكن تكون الاستجنج او البري برود على حسب ما انت بتسميها في الشركه عندك ايه، وات ايفر. وفي الاخر خالص البرودكشن. اهم نقطه لازم تبقى متاكد منها ان الايمج اللي انت بتعمل منها ديبلوي، وهنا لازم نوضح ان انت بتديبلوي ايمج مش بتديبلوي برانش، يعني حاجه سريعه كده، مفيش حد بيديبلوي برانش، احنا بنديبلوي ايمج، بنديبلوي ديليفرابل من البرانش بتاعي. لكن لما تيجي تقول لحد انا عملت ديبلوي لبرانش فهو مش هيفهم اصلا انت عاوز ايه، انت عاوز ايه يعني عملت ديبلوي لبرانش. فالايمج اللي انت بتعملها ديبلوي على اول انفايرمنت اللي هي هيتست عليها الكيو اي لازم تبقى نفس الايمج اللي تروح للبرودكشن. طب لو حصل تشينج في النص يبقى انت بتست فيرجن مختلف من السورس كود، لان الايمج هي اللي سايله السورس كود بتاعك. فانت لازم البايب لاينز بتاعتك يبقى فيها من ضمن البايبلاينز بتاعتك بايبلاينز بتتشيك التشيك سم بتاع الايمج، هل الايمج دي اللي طلعت من الانفايرمنت دي راحت الانفايرمنت دي ولا حاجه تانية؟ لو طلعت مختلفه ريفيوز الديبلويمنت، ريفيوز الديبلويمنت. انت قلت لي كيو اي تست حاجه هنا وهنا بعت حاجه تانية، ازاي ينفع ان انا اروح بحاجه زي كده؟ طب الكيو اي حصل مشكله وهعايز اعمل فيكس للايشو وعايز ابعت ايمج جديده، هعيد اللايف سايكل تاني، ما عنديش اوبشن، لازم اعيد اللايف سايكل تاني، لازم احط الايمج على اول انفايرمنت. ده اللي يخليني 100% متاكد ان مش هيحصل حاجه مخالفه للكيو اي عمل لها تيست على اللور انفايرمنت على البرودكشن. طب عشان اعمل الكلام ده بقى لازم يبقى عندي اوتوميتد سي اي. الكونتينوس انتجريشن بتاعي لازم يبقى اوتوميتد. اوتوميتد ازاي؟ يعني يبقى انفرا از كود. يعني ايه؟ الناس اللي بتشتغل هيلم طبعا بيستمتعوا قوي بالكونسبت ده، انفرا از كود، وان انا عندي كل حاجه موجوده في كونفيج فايل، هو تيكست فايل انا حاطط فيه كل حاجه. طيب الهيلم تشارت كود نفسه
احطه فين؟ لازم يبقى من ضمن السورس كود بتاعك. يعني ايه؟ تمام. يعني لازم يبقى على الريبوزيتوري الهيلمت شارت انفرا بتاعتك. طب يا باشمهندس عندنا سيكريتس. ايوه يا سيدي، ما احط السيكريتس في السيكريتس فايل، احطها في كونفج ماب، ولا احطها على فولت، ولا احطها في اي مكان، واشتغل بانفايرمنت فاريبل. وفنطنا الموضوع ده في الحقيقه، انا فنطت الحته دي بالذات في كورس المايكرو سيرفيس، فنطت الحته دي تحديدا. فلازم استرايف فور اوتوميشن. وزي ما قلنا، من ضمن الاوتوميشن بتاعي ومن ضمن السي اي يبقى عندي تيست كفرج مناسبه، حاطط عليها الثريشولد المقبوله بتاعتي ان التيست كفرج عدت مثلا 80%، عدت ال 85%، وحاطط عليها السونار كيوب كفرج، وان السونار كيوب ما ادانيش اي سيجنال ان انا عندي فالنربيلتي، عندي سكيورتي ايشو، ما عنديش اي حاجه. ايه تاني بحتاج ان انا اعمله؟ قلنا التستنج سيم ديليفرابل. اخر حاجه الجفرن للانفرا اكسس، ودي انا شفتها ويعني كانت من الحاجات اللطيفه اللي انا شفتها، ان في حد بيكريت انفرا من السورس كود. يعني ايه؟ يعني على الطاير، بيكريت سيرفرات على الطاير، او بيكريت في بعض الناس بيكريت داتا بيز على الطاير وحاجات كده. بالظبط. كان في، مش فاكر كيو ولا توبيك، بس هو كان بيكريت انفرا من السورس كود وحصل بج. ففي لحظه معينه البلاتفورم ده كان كافكا تقريبا، كان داون للشركه كلها. يعني السيرفر نفسه وقع. فلما جو ويقوموه بعديها ما فيش دقايق يقع تاني، لغايه لما لاحظوا بعدها، لما رجعوا بقى للميتريكس وراحوا شافوا من جرافانا، لاحظوا ان بيحصل سي بي يوتيلايزيشن عالي جدا جدا جدا. ولما مشوا وراها لقوا ان في حد بيكرييت التوبيك من السورس كود، وفي باج حصلت في الحته دي. ما ينفعش اعمل كده. اي حاجه ليها علاقه بالانفرا تبقى من الانفرا باكج مانجر بتاعي زي هيلم، لازم احطها في هيلم. عايز تكريت توبيك، بتعرف تيكت او بتقول لي الديف اوبس بتوعك او الاوبريشن تيم بتاعك، انا عايز توبيك بالشكل ده، وهم حاطين ستاندرزيشن بتاعتهم اللي بتقول والله كل توبيك الريبليكيشن بتاعته كذا والفاكتور بتاعته كذا اند سو اون. طيب انا ازاي اهندل الكلام ده؟ اهندل الكلام ده باني لو الديف اوبس ما عملش ده، انا اقول له لو سمحت من دي 1 اي اوتو كرييشن يحصل على السيرفر على كافكا على سبيل المثال يبقى ديسيبل، ممنوع تماما اي سيستم يحاول ان هو يعمل اوتو كرييشن من السورس كود. الكرييشن يحصل فقط ثرو سي ال اي بروسيس جايه من الباكج انفرا مانجر بتاعي. فدي الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل، عشان نريح بعض از تيم، وعشان نريح الديفوبس، وعشان كلنا نرتاح في البروسيس من البيلد لغايه الديبلويمنت. حلو جدا. انا كده خلصت. الناس تحب ان احنا نتكلم على ديمو؟ الناس تحب ان احنا نتكلم على ديمو، ولا انت ايه رايك؟ انا الاول خليني اعرض الاسئله بتاعت الناس. في ناس سالت اسئله كانت التوبيك بتاعها عدى، فانا ما رضيتش اقطعك بيها. عمرو بيسال عن اللوجز، اما انت اتكلمت بخصوص اللوجز، بيقول لك الوج ايه بالظبط؟ هل الوج كل حاجه ولا حاجات سؤال معينة؟ ممتاز، سؤال ممتاز يا عمرو. هو احنا دايما بنقول represent your logs as asset. يعني ايه؟ يعني اللوجز هي asset من الاسيتس بتاعت الشركه. ما ينفعش ان انت تكتب بقى الحاجات اللي احنا بنشوفها، اللي هو function do called function do finished. لا، مفيش الكلام ده. انت بتلوج الانفورميشن اللي تقدر تخليك تتريس السيستم بتاعك واللي بتديك بزنس انفورميشن. طب اعرفها ازاي؟ لو انت فاهم اللوج ليفلز، هتعرف ان كل لوج ليفل هو بيديك معلومه تخص فئه معينه، او بتكاتيجورايز فئه معينه من الداتا. فعلى سبيل المثال، لما انا اجي الوج ايرور، بقول لوج دوت ايرور، فانا عارف ان في هنا مصيبه، في هنا كارثه، لازم الوج دوت ايرور. طب بعملها فين؟ بعملها والله ان لو في داتابيس كونكشن تايم اوت، بعملها ان في داتا ستور تايم اوت. طيب لوج دوت وورن على سبيل المثال، انا عارف ان انا بس عايز وورن، وان كان الورنينج مهم جدا والناس بتهمله، ولكن الورنينج هو الليفل اللي بعدها بشويه انا متوقع ايرور. فانت لو انت فاهم اللوج ليفل، هتعرف هتلوج ايه بالظبط. طيب لو انا عايز اسهل الموضوع اكتر من كده، شوف البيزنس دايما بيسالك في ايه، وحط انفو لوجز بتاعتك. شوف البرودكشن ايشوز نوعيتها ايه، وحط وورنينج لوجز بتاعتك. هتقدر ان انت تستخدم اللوجز في مكانها المظبوط، ولكن ان انت تلوج في اي مكان وكل مكان، ده طبعا مش صح. اللوج هي اسيت من اسيت الشركه، ما ينفعش ان انت تعملها.
كمان يعني من التكنيكس اللي المفترض لو انت شغال مايكرو سيرفيس تتبعها، ان يبقى اللوجينج واحد في كل السيرفيسز، يبقى في ستاندرد طبعا ازاي بنعمل طبعا لوج كسيرفيس الشركه كلها بتمشي عليه، وهو ده احنا بنلوج بالطريقه دي، كلنا بنلوج صح بالطريقه دي، فما فيش حد ايه صح يروح يحط التاتش بتاعه يعني، بحيث نبقى قادرين نبقى شايفين، يبقى نحقق الاوبزرفابيلتي زي ما كنا بنقول. فلازم نمشي بستاندرد واضح اللي يساعدنا ان احنا نحقق ده يعني. صح في سؤال مظبوط تاني او يعني هو جروب اوف كويشنز، صبري بيسأل ازاي بنحدد السيرفيس باوندري، افضل طريق، لا ده سؤال تاني، هو الانجليش دخل مع العربي، هو بالنسبة للسيرفيس ازاي بيحدد الباوندري بتاع السيرفيس ده، اعتقد ده السؤال الاولاني. طيب بص يا صبري، الباوندريز بتاعتنا احنا بنحددها من البيزنس فانكشناليتي. يعني ايه؟ يعني انت بيبقى عندك دايما واحد في التيم او اتنين في التيم او التيم كله، لو التيم كله ما شاء الله ناس كويسه هتلاقي التيم فاهم بيزنس. كل بيزنس فانكشناليتي هي بيزنس باوندري. فلو انا بتكلم عشان اسهل الكوليكشن او الجروبنج تحت كل باوندري، هشوف الديتا كاتيجورايزيشن بتاعتي ازاي؟ ان انا عارف ان الديتا دي تخص الكاستمر، فانا بقى عندي كاستمر ديتا. الكاستمر ديتا دي ممكن اعتبرها از باوندري، ولكن اللي بيحكمك هنا ان انت تكون زي ما احنا قلنا ريلي سمول. يعني حاول على قد ما تقدر ان المايكرو سيرفيس بتاعتك تبقى ريلي سمول. لو انت فكرت ازاي اصغرها على قد ما اقدر، هتلاقي نفسك بتبدا بتفصل حاجات ممكن ما تكونش لاول وهله واضحه ان هي تحت المايكرو سيرفيس. طب لو لا انت شايف ان دي تحت المايكرو سيرفيس، جو اهيد، نفس الباوندري هتبقى في نفس المايكرو سيرفيس. مثال سريع، دايما اللوجن والاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن بنفصله في مايكرو سيرفيس. طيب هل اللوجن والاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن هل هو داتا نيد ولا تكنيكال نيد؟ لو انت تكنيكال فكرت فيها هو تكنيكال ومع ذلك فصلناه. فانت بيحكمك هنا اكتر من حاجه، ولكن عشان تسهل على نفسك حاول ان انت دايما تبدا بالبيزنس فانكشناليتي، بعد كده اتكلم في التكنيكال فانكشناليتي، هتلاقي ان شاء الله الباوندريز بقت واضحه معاك. معلش يا تاني احمد، سؤال، السؤال الثاني. افضل طريقه للاتصال ما بين المايكرو سيرفيسز، اعتقد احنا اتكلمنا في دي، هو مفيش افضل طريقه، وفي طرق مختلفه، في اتش تي تي بي كولز، في ار بي سي كولز، في ثرو ايفنتس بقى لو انت عاوز تكلمهم اسينك يعني اسينكرونس، فده موضوع تاني، اعتقد مفيش حاجه هو في افضل، او المجال انت لو عموما، عندك يعني انت جاوب. مفيش افضل، كل حاجه it depends. يعني في المجال عموما مفيش افضل، ولكن في commonly used، وزي ما احنا قلنا commonly used REST API اللي هي الماتش ماتيورد بروتوكول اللي الناس كلها بتستخدمه. هتلاقي كوميونتي سبورت كويسه جدا، وهتلاقي كل الوسائل اللي تخليك تترابل شوت لو في issues. تمام، اعتقد انا مش قادر، هو بيتكلم عن الكوميونيكيشن ما بين السيرفيسز ما بينها وما بين بعض، ومع الاكسترنال اي بي ايز في حاله الارسال للخارج والاستقبال، لو انت بتكلم يعني سيستم خارجي، اعتقد مش عارف هو السيرفيس مفترض هي تتكلم دايركت سيرفيس خارجي او مش عارف، فانت ممكن تجاوب عن السؤال ده، هو بيتكلم عن هو ايه الكوميونيكيشن، السؤال؟ ايه السؤال؟ الكوميونيكيشن مع معلش. لو سيرفيس خارجية، لو انت بقى، انا يعني بحاول افهم السؤال، هو قصده لو بتتعامل مع اي سيرفيس خارجية ثرو الاي بي اي بتاعها او الانترفيس اللي هم طيب محددينه يعني. طيب هو في الغالب هيبقى برضو ثرو الاي بي اي جيت واي، لان الاي بي اي جيت واي زي ما قلنا بيبقى عنده السكيورتي لاير، فلازم اي حاجه مع الاكسترنال سيستمز يبقى عليها سكيورتي، فهيبقى مع الاي بي اي جيت واي. ولكن يا صبري لو انت لسه متابع معانا، يا ريت لو تكتب السؤال ده تاني عشان نوضح، يا يعني ريت. تكتبه لوحده. طيب انا اعتقد كده الاسئله خلصت، فلو ممكن تورينا الديمو يعني، برضو مش عاوزين نطول عليك، هتبقى يعني اشرح بس الديمو نفسها، وممكن تورينا سامبل بقى يعني الدنيا قايمه حاضر ازاي فعليا في الريل لايف. حاضر حاضر. طيب انا على سبيل المثال ده اللي احنا لسه قايلينه في يجر، انا عندي ريكوست هيجي لي من الكلاينت هيروح على اي بي اي جيت واي. الاي بي اي جيت واي في الغالب بيسموها ايدج سيرفيس، لان هي بتبقى الاكسبوزد لليوزر. الاي بي اي جيت واي بعد كده بتقرر زي ما قلنا هتروح لانهي مايكرو سيرفيس. المايكرو سيرفيس دي الكلاينت او اليوزر بيتواصل مع الاي بي ايز بتاعتي ثرو اتش تي تي بي، ولكن لو خدت بالك الفلايت سيرفيس والايميل سيرفيس بيتواصلوا ثرو ايفنت بيست ثرو كافكا، وهو انا بستخدم كافكا اهو محدش يزعل. بعد كده بنيت عندي كاشنج لاير، ليه الكاش انا محتاجه؟
عشان زي ما قلنا يبقى عندي هاي افيلابيليتي، وعشان اريديوس على قد ما اقدر الليتنسي بتاعتي. وبعد كده عندي الييجر اقدر اشوف عليه التريسابيليتيز بتاعتي، وببعت الايميل لليوزر. الجزء بتاع الاوبزرفابيليتي عندي البرميتيوس وجرافانا، وعندي الاي ال كي. احنا هنشوف ان شاء الله دلوقتي كل ده، هحاول باذن الله ان احنا نشوفه كله، وهنشوف كمان ايه اللي احنا قدرنا ان احنا نعمله على اللوكال ماشين بتاعتي، ايه اللي انا قدرت احققه من الكلام ده كله. فمش عارف يا احمد، خليني كده، لو انا ما احنا ممكن نغير الفيو يبقى كده لحد ما ايوه تظبط. ماشي. مفيش مشكلة. كان حد بيسأل عن كافكا كونفلونت فيس كافكا. ده سؤال عظيم، ثواني اظبط الفيو. ايوه كده كويس. طيب ممكن اشير. هو انا لسه شايف الديمو بالنسبة لي، يعني اللي هو هو انا لسه اشير. تمام. Stop sharing, present, share screen. واحنا عايزين نشير السكرين دي. طيب ايه السؤال يا احمد؟ الكافكا كونفلونت ولا طيب كافكا الكافكا، كافكا كونفلوانت، كافكا لما بنقول كافكا بس كده احنا بنتكلم على طول على اباتشي كافكا. اباتشي كافكا تعتبر هي السورس، هو المصدر اللي كل الشركات بعد كده جت بنت اون توب اوف ات. فكافكا كونفلوانت هي احد الفليفر من كافكا. شركه كونفلوانت اعتقد اسمها كونفلوانت هي اللي بنت الفليفر ده، وده انتربرايز، وفي منه كوميونتي اديشن، ولكن الكوميونتي اديشن بتاعه سيء جدا، سيء جدا يعني. انا شخصيا استخدمته. في اكتر من فليفر مع كافكا، في عندي كافكا كونفلوانت، وفي عندي اباتش كافكا، وفي عندي فليفر تاني اوبن سورس مشهور جدا، ده اللي مستخدم لو انت هتشتغل مع اوبن سورس. لو افتكرته دلوقتي هقول لك اسمه، ده لو انت عايز تروح مع اوبن سورس. اسمه كافكا ستريمزي. كافكا طيب هو ستريمزي طيب ده مش سؤال، ده حلقة كاملة. حلقة كاملة. Vector microservice for management with big database, how to approach breaking this database to database of microservices, how to deal with transaction and complex query. طيب خلينا ناخد الاول جزء جزء. ازاي اقطع الداتا؟ الداتا عشان انا اتحرك من الداتابيس بتاعتي لداتابيس تانية ايا كان السبب، انا محتاج داتا مايجريشن بروسيس. الداتا مايجريشن بروسيس دي بيبقى ليها اكتر من ستيب. الستيب الاولانيه ان انا ببدا الاول ابيلد السكيما بتاعتي واقرر انا هروح على داتابيس نوعها ايه. الستيب الثانيه ان انا اشوف بقى هنقل الداتا دي من الداتابيس دي للداتابيس دي ازاي. لو انت عايز تستخدم داتابيس ريبليكيشن، مثلا بتستخدم ريليشنال داتابيز زي ماي سيكوال، ماي سيكوال بتديك ماستر سليف ريبليكيشن. وانس ان انت قررت ان انت قومت من ماي سيكوال نيو داتابيز وقلت له انا عايز الداتابيز دي تبقى سليف اوف الماستر دي، اوتوماتيكلي بتلاقي الداتا راحت عندك من الداتابيز للداتابيز دي. وانس ان انت نقلت وعملت الداتا دي سليف، تقدر ان انت بعد كده تقطعها زي ما انت عايز وتعمل الخطوه دي تكررها مع كل داتابيز لغايه لما تفضل عندك. ولكن السؤال المهم جدا جدا في جزء التقطيع ده، هل ده هيحتاج داون تايم ولا مش هيحتاج داون تايم؟ وما دام انت قررت ان انت هتفصل الداتا بتاعتك في داتابيز ثانيه، يبقى لازم ان انت تهندل الكلام ده من عند الاي بي اي جيت واي. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا قلنا كده في التكتيكال فوركينج، الداتابيز عملت سلاف، خدت الداتابيز بتاعتي وبعد كده قفلت السلاف، بقت الداتا عندي في سيستم اوريدي اب اند راننج، ده اللي هيبوينت على الداتا، ده اللي هيبوينت على الداتابيز. وانس ان السيستم الاي بي اي جيت واي بتاعي بقى بيبوينت على المايكرو سيرفيس دي، فباي ديفولت
كل ريكوستات هتروح لنيو داتابيز لانها هتروح ثرو المايكرو سيرفيس دي، فهتبقى بنفس طريقه التكتيكال فوركينج. والسؤال الاهم، هل انت هتحتاج تعمل داون تايم ولا لا؟ لو انت مش محتاج تعمل داون تايم وهتستخدم الكونسبت ده، لا اما تستخدم ريبليكيشن، لا اما تستخدم في اسينكرونس موديل اللي هو ثرو هو تحتاج بسم تكتب الله في الرحمن الناحيتين، الرحيم. يعني انك الرايتس هتجيلك تكتب هنا وهنا، كأن الاتنين قايمين شغالين في نفس الوقت، بحيث ما تلودش داتا بتشتغل يعني. ثرو، لا بيشتغل ثرو ايفنت. الايفنت ستور ده بيبقى عندي هو اللي بيسينك ليا الداتا دي كلها من الداتابيز دي للداتابيز الثانيه على اختلاف نوعها، لو انا فاكر صح. انا مش فاكر، بس لو افتكرت التول بالظبط هقولها برضو دلوقتي. السؤال الثاني، هاو تو ديل وذ ترانزاكشن، دي احنا قلناها اوريدي. اند كومبلكس كويري، كومبلكس كويري على ليفل الداتابيز ولا تقصد كومبلكس كويري على ليفل المايكرو سيرفيس؟ خلينا نجاوب على الاثنين. لو تقصد كومبلكس كويري على ليفل الداتابيز، فده داتابيز تيونينج، يعني شوف انت عايز تحقق ايه واعمله على داتابيز تيونينج، حط اندكس، اعمل لو انا شارتنج، فهمت وات ايفر. قصده، ممكن يكون قصده لو انت عايز تجيب داتا بقى متجمعه، ما انت قسمتها. لو انا مثلا كبزنس طالبين بقى مثلا داشبورد بتجيب لك ماشي داتا ماشي اجريجيتد من كله سوا، يعني ده اعتقد يعني لو ده قصده. ماشي، نجاوب برضو السؤال ده. لو انت محتاج تجمع الداتا، دايما بيبقى عندي سيرفيس بتشتغل از اجريجيتور. السيرفيس دي هي اللي بتجمع لك كل الحاجات اللي جايه من اكتر من اي بي اي او جايه من اكتر من مايكرو سيرفيس، بيبقى عندي اجريجيتور مايكرو سيرفيس هي اللي بتهندل لك الكلام ده كله. في طريقه تانيه، الطريقه دي ان انت تستخدم ماتريلايزد فيو، ولكن ليها مساوئها وليها مميزاتها. مساوئها ان انت محتاج في الاخر الماتريلايزد فيو دي تبقى موجوده في مكان، فانت هتلاقي نفسك بقيت تايد كابل مع يعني سام سورت اوف داتابيز، هتبقى انت تايتلي كابل معاه. فعشان كده بنقول الافضل ان انت تحاول على قد ما تقدر ان انت تخلي المايكرو سيرفيس بتاعتك تبقى فيها مايكرو سيرفيس هي اللي بتعمل اجريجيتور لكل الداتا اللي جايه من ديفرنت داتابيز. التول اللي انا بقول لك عليها اللي بتشتغل اسينكرونسلي هي طريقه او كونسبت اسمها سي دي سي، تشينج داتا كابتشرنج. وتشينج داتا كابتشرنج دي هي اللي بتجيب لك الداتا ثرو اسينكرونسلي من اي داتابيز لاي داتابيز تاني، دي لو انت مش محتاج تعمل داون تايم. في اي اسئله تانيه يا احمد؟ حلو جدا. لا انا شايف ننطلق للديمو، هو في اسئله بس يعني اعتقد مش يعني طيب هتخرجنا بره الموضوع. طيب فور سمبلستي، انا عندي ايه؟ انا عندي هنا اهو، عندي بروجكت جافا، في واحد اثنين ثلاثه اربعه فور مايكرو سيرفيس زي ما قلنا. الايدج سيرفيس دي هي الجيت واي، والجيت واي ده هو اللي بيراوت الريكوست لكل المايكرو سيرفيس الثانيه. فور سمبلستي انا عاملها بالشكل ده عشان بس نتكلم على اللوكال، لكن طبعا الكلام ده لو انا شغال على تيم هيبقى كل مايكرو سيرفيس من دول ليها اتس اون ريبوزيتوري، اتس اون سيرفس كود ريبوزيتوري، وهيبقى كل بروجكت من ده هو زي ما قلنا لوزلي كابلد، ولكن فور سمبلستي انا مجمعهم بس في نفس الاي دي. طيب اول حاجه عملتها زي ما قلنا ان انا حاولت ان انا زي ما قلت نبقى عندنا ديف برود باراديم. ازاي؟ ان انا شفت كل الانفرا اللي انا بستخدمه، فلقيت نفسي بستخدم كافكا، وعشان كافكا محتاج زو كيبر، وان كان كافكا النهارده تقدر تستخدمها من غير زو كيبر، اعتقد بقت برودكشن ريدي وشالوا زو كيبر. وعندي ييجر، فجبت ييجر، كل ده دوكر انستنس انا حطيتهم عندي جوه نفس الفايل دوكر كومبوز فايل. الجزء المهم بتاع ان انا اجفرن الانفرا، انا السيستم بتاعي مش بيكريت توبيك، امال مين اللي بيكريت لي التوبيك؟ على البرودكشن هيبقى الانفرا مانجر بتاعك اللي هو هيلم. طب انا احقق ده على اللوكال ازاي؟ عملته من خلال دوكر. قلت لدوكر بعد اذنك اول لما تستارت الكافكا دوكر دي روح كرييت عليها التوبيك ده، وكرييت التوبيك ده بالشكل ده. في الحقيقه ده ميرور من اللي انت هتعمله على البرودكشن، وان كان فقط السنتكس هو اللي هيختلف، لان انا هنا كاتب دوكر سنتكس، انت هتكتبه مثلا بهيلم سنتكس. واخر حاجه بستخدمها الريدس. هل في حاجه تانية انا بستخدمها؟ احنا زي ما قلنا انا عندي جرافانا وعندي بريميثيوس. فلو انا جيت هنا وبصيت على دوكر اللي اب اند راننج عندي،
هلاقي ان انا عندي هنا هو جرافانا وعندي بريميتيفز، بس دول مش انا مذاكرهم هنا، مذاكرهم في دوكر كومبوز. طب ده ليه؟ لان دي متريكس تول، هي مش بتاعت بروجكت، هي بتاعت كل البروجكتس، كل الشركه هتكونكت على المتريكس بلاتفورم دي، فانا حطيتها عندي في فولدر بره البروجكت. مش كل تيم او كل مايكرو سيرفيس هتحتاج ان هي ديفاين ده عندها، حتى فور لوكال سيت اب ممكن تديفاين ده عندك مره واحده ويبقى كومن ريبوزيتوري في كل الكومن سيرفيسز او كل الكومن انفرا اللي عندك بتقومها ريجاردلس الكومبوننت اللي انت بتستخدمها مع كل مايكرو سيرفيس. ده يعني دي بتبقى اول قايمة حاجه أباف كل الكلاسترز اللي عندك. بالظبط، دي اول حاجه. لو رجعنا شويه احنا قلنا ايه؟ قلنا الاي بي اي جيت واي على حسب البيزنس بتاعتك انت هتقرر، هل انت عايز حاجه اوت اوف ذا بوكس تديك جيت واي ميكانيزم، ولا عندك بيزنس لوجيك انت محتاج تحققه. انا هنا فور سمبلستي بنيت الاي بي اي جيت واي ثرو السورس كود. عملت ده ازاي؟ جبت بروجكت اسمه كلاود، سبرينج كلاود. سبرينج كلاود ده اي بي اي جيت واي بيشتغل نون بلوكينج، وبالمناسبه من الاي بي اي جيت وايز القويه جدا اللي موجوده في الفيلد واللي موجوده في الماركت، وان كان بتاع شركه بتاع سبرينج ولكن قوي جدا وبيشتغل نون بلوكينج وعنده فيتشر هايله تقدر تستخدمها مع اي بروجكت. على سبيل المثال لو انا رحت هنا للريسورسز، احمد الخط كويس ولا؟ أعتقد كويس، لو تقدر تزوم شوية ماشي، لو ما تقدرش خلاص عادي. أنا أعتقد يعني مع الفول سكرين أعتقد ظاهر كويس، ممكن تزوم أكتر. طيب هو أنا عامل فول نزود سكرين الخط عشان أشوف شوية، زيهم يعني زي الناس عادي، نزود بتعلم الخط عادي. شوية عشان يبقى واضح للناس، نخليه مثلا 18. تمام. ال اي بي اي جيت واي ده بيعمل ايه؟ الاي بي اي جيت واي ده انا عندي هنا الفلايت سيرفيس بعمل من عليها بوك لاي فلايت، وعندي كاستمر سيرفيس ده اللي انا بريجستر عليه اي كاستمر عندي على السيستم هيحجز نيو بوكينج. فواضح من البيزنس ان الفلايت هيجي لها ريكوست والكاستمر هيجي لها ريكوست، الاثنين اكسبوزد للكلاينتس. فلو بصينا هنا هنلاقي ان الجيت واي بيراوت الترافيك للفلايت سيرفيس لاي حاجه جايه على البورت ده بالباث ده. يعني ايه؟ يعني لو جالي اي ريكوست، وده اللي احنا قلناه، الجيت واي اي ريكوست هيجي له على اي بي اي V1 flight بلا 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 هيروح للمايكرو سيرفيس دي. اي حاجه هتيجي على اي بي اي V1 كاستمر بلا 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 هيروح للمايكرو سيرفيس الثاني. بيعمل لي ايه كمان الاي بي اي جيت واي ده؟ الاي بي اي جيت واي ده انا حاطط عليه ريت ليميتر. ايه الريت ليميتر ده؟ الريت ليميتر سريعا جدا هو اللي بيقول لك ان المايكرو سيرفيس ده عشان ما تبقاش في لحظه معينه للكاستمر ده اوفر ويلم، تقدر تحدد عدد الريكوستات اللي تقدر مايكرو سيرفيس دي تهندلها في لحظه ما. ده الريت ليميتر شغاله ازاي؟ بقول له والله انت عندك تقدر ان انت تهندل 100 ريكوست بير سكند ماكسيمم 200، فالديفولت بتاعك 100 ماكسيمم 200، وتقدر ان انت تشتغل بحاجه اسمها باكيت الجوريثم. وباكيت الجوريثم هو بيعمل ايه؟ هو بيبقى فيه باكيت كل ظروف الحياه ان هو بس بيمونيتور عدد الريكوستات اللي جت في فترة معينة خلال ثانية، بأن هو مع كل ريكويست بيريموف إليمنت من باكيت، فونس إن مفيش أي أيتيمز أفيلابل في الباكيت ده بيعرف إن المايكرو سيرفيس دي خدت كل الريكوستات اللي تقدر تهندلها في الثانية دي، فبيستوب الريكوستات وبيجي للكلاينت، بيرجع للكلاينت إن الريكوست بتاعك دينايت، وتقدر طبعا تهندل الريسبونس زي ما أنت عايز. حتة سريعة جدا، حتة سريعة جدا ديستريبيوتد ممكن تغفل عن بالك. طب احنا قلنا المايكرو سيرفيس، انا عندي اكتر من مايكرو سيرفيس وما ينفعش ان انا كيب ستيت، طب ازاي ال 100 او ال 200 ماكسيمم هيبقوا هاندلد اوفر كل المايكرو سيرفيس اللي او اوفر كل الانستنس اللي من المايكرو سيرفيس دي؟ فاستخدمت عشان احقق حاجه زي دي استخدمت ديستريبيوتد او سنترلايزد كاش ريدس عشان اهندل الحته دي ثرو كل المايكرو سيرفيس. فبغض النظر الريكوست راح لاوردر سيرفيس انستانت 1 ولا 2 ولا 3، بمانج كل ده على الريدس كاش عشان اقدر اكاونت عدد الريكوستات اللي بتجي لي خلال الثانيه دي. ده سريعا جدا اللي انا بعمله هنا في الاي بي اي جيت واي. طيب تعالوا نستارت البروجكت ده.
هو لو ممكن يعني الكود ده بقى تخليه لنا اوبن سورس عشان نحط اللينك بتاعه في ال الكود لا اوبن سورس، الكود اوبن سورس موجود على جيت هاب. تمام، فبحس ان هبعت لك اتفضل. اللينك، هبعت لك اللينك، ممكن تبقى تضيفه مع ال شكرا جدا. تبقى تضيفه مع الفيديو. ادي عندي كل المايكرو سيرفيس اهي بقت اب اند رانينج. ولو انا رحت هنا وبصيت على برميثيوس كمان هلاقي برميثيوس بدأ ان طب هو يشوف من ممكن الهيلث لو تشيك. الناس ما تعرفش ايه اللي هو متوقعه من برميثيوس، ايه اللي ممكن يلاقيه، اللي ممكن يشوفه؟ هنوسع قوي كده يعني. لا لا طيب مش هنوسع، سريعا انا لا سريعا، سريعا في طيب ثواني او دقيقة باختصار يعني. باختصار باختصار، بريميتيوس كل دوره ان هو بيفيتش ليك متريكس من السيستم بتاعك ثرو اي بي اي، الاي بي اي دي، وكمان ان هو يقدر يقول لك زي ما احنا شايفين هنا ان السيرفيس دي اب اند راننج ولا لا. ده بيعمله ازاي؟ نتيجه ان هو بيهوك على او بيكول الهيلث تشيك اي بي اي. كذلك تقدر من بريميتيوس ان انت تضيف اليرتس، يعني ايه؟ تقول له لو في لحظه ما شفت الباترن ده في لوجز، او في لوجز على سبيل المثال، ابعت اليرت. الاليرت ده ممكن يروح لسيستم تاني ويبعت لك ايميل. كل دوره في الحياه جنب ان هو بيعمل كل ده ان انا بستخدمه از داتا سورس في جرافانا. طيب هو ايه جرافانا؟ جرافانا زي ما احنا شايفين هو متريكس بلاتفورم، بلاتفورم مونيتورنج اقدر من عليه اشوف الستيتس بتاعه السيستم بتاعي في اللحظه اللي انا فيها دي. تمام؟ فبيوريني ايه مثلا؟ بيوريني مثلا الريت بتاع الاي او اوبريشن، بيوريني الجي في ام ميموري يوسج واليوتيلايزيشن بتاعتها، بيوريني الجاربج كوليكتور، بيوريني حاجات كتير، بيوريني على سبيل المثال انت اللي عامل الكلاس بيلد لودنج لو انت شغال للداشبورد دي بجي في ام. ولا هو انت اللي عامل بيلد ليها؟ الداشبورد، لا الداشبورد دي كل الداشبوردز اللي مستخدمه النهارده هتلاقي موجوده جاهزه وبتقدمها لك ازا ايمج من شركات، بتاخدها ازا بلجن بتحطها عندك في الجرافان. تمام؟ تقدر تشوف من عليها كل حاجه. طيب نرجع تاني لل بروجكت. السيستم عندي بقى اب اند راننج. تعالوا كده ان احنا نحاول ان احنا يعني نهيت كده، نشوف اي كول هيروح لمين. انا عايز دلوقتي ابوك فلايت، فانا ببوك فلايت للكاستمر ده. الكاستمر ده عايز يروح الدوحه على الطياره دي مثلا، وده الايميل بتاعه. لو خدنا بالنا، بص انا بهيت على ايه؟ انا بهيت على بورت 48. بورت 48 لو احنا بصينا هنا هو بتاع اللي الاي هو بي اي جيت واي. بالظبط. انا مش بهيت على السيرفيس مباشره. طب ليه انا مش بهيت على السيرفيس مباشره؟ ما احنا قلنا انا ما اعرفش اصلا فين السيرفيس. الوحيد بالظبط اللي يعرف السيرفيس فين الاي بي هو اي جيت الجيتوي واي ثرو السيرفيس ديسكفري، لكن بالظبط الاكسبوزد كاستمر ما يعرفش حاجه. ده بالظبط كمان يديك ميزه ان انت لو في اي لحظه غيرت اللوكيشن بتاع المايكرو سيرفيس من اي بي اي ريسورس لاي بي اي ديفرنت ريسورس، السيستم هيفضل شغال. نفس الاي بي اي كول موجود مع الكاستمر اللي هو بتاع الاي بي اي جيت واي. فلو انا جيت تمام. دلوقتي قلت له مثلا انا عايز ابعت ريكوست واحجز الفلايت دي، هيرد عليا هيقول لي باد ريكوست. ليه يا عم باد ريكوست؟ لو انا رحت بصيت هنا عند الفلايت هلاقيه بيقول لي هنا ان مسج نو كاستمر فاوند ويز بروفايدد ايميل. طبعا بالمناسبه سريعا، انت وانت شغال يعني حبذا لو ان انت طبعا ترجع الريسبونس ده في الريسبونس هنا، ولكن احنا بس فور سمبلستي. تمام؟ تمام. طب انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج اريجستر الاول الكاستمر عشان اقدر ان انا ابعت او عشان اقدر ان انا ابوك فلايت. طب تعالوا بالظبط نريجستر كاستمر، انت هبعت اهو مظبطنا المره كله دي. بصراحه، انت عامل شغل جامد. الله يخليك. فهبعت هنا الريكوست برضو للاي بي اي جيت واي، ولكن المره دي هبعته لمين؟ للكاستمر. هقول له بعد اذنك الراجل اللي اسمه علاء وحيد ده اللي الايميل بتاعه علاء @جيميل، لو سمحت بعد اذنك اعمل له كرييشن واعمل له ريجستر عندك في السيستم. قال لك 201 الراجل ده كرييتد، واداك الايميل بتاعه واداك يونيك ايدنتيفاير، ده دامي عشان بس السيستم يبقى اناود ان الكاستمر ده يقدر يبوك فلايت بعد كده. لو انا رجعت دلوقتي وحبيت ان انا احجز فلايت هيقول لك كرييتد وتمام التمام وما فيش اي مشكله. تعالوا بقى نرجع دلوقتي، انا بقى عايز اشوف رحله اللي حصل ده مع ييجر.
فادي يجر عندي اهو هيجي، هقول له بعد اذنك انا عايز كل الريكوستات اللي راحت للايدج سيرفيس، فايند التريسز، هيقول لك ادي الليله كلها، هيقول لك والله في تريس حصل من فيو سكندز، شوف يعني فيو سكندز، واد ريكوست اهو، والريكوست ده عدى على الكلام ده. فتعالوا كده نشوف تفاصيل الكلام ده، هيقول لك في هنا الريكوست راح من الايدج سيرفيس، راح للفايت، وبعد ما راح للفايت تقدر كمان بالمناسبه ان انت تشوف حصل ايه في الفلايت، هيقول لك ان ده ريكوست اتبعت والريسبونس كود بتاعه كان 200، وبعد ما حصل الكلام ده بعت للكاستمر، راح تشيك للكاستمر والكاستمر رد ده كان الريكوست اهو في اليو ار ال، وادي الريسورس، وادي التريس اي دي عشان لو حبيت بعد كده ارجع واشوف الكلام ده فيما بعد ايه اللي حصل من يومين ثلاثه للكلام ده، ومعايا التريس اي دي اقدر ارجع. وبعد كده هيقول لك وخد بالك كمان ان بعد ما حصل كل ده الفلايت سيرفيس بعتت ايميل ثرو ايفنت للتوبيك ده، واللي استقبل الايميل ده هو الفلايت مايكرو سيرفيس. تعالوا كده نروح للفلايت مايكرو سيرفيس ونشوف الايميل، سوري الايميل مايكرو سيرفيس، تعالوا كده نروح للايميل مايكرو سيرفيس ونشوف ايه اللي موجود عندها. هنلاقي ان بيقول لك اهو ايفنت ريسيفد، وادي البيانات اهو بتاعه الايفنت، وبعدها هيقدر ان هو يقول له يبعت بقى ايميل، تسند مسج، وات ايفر. ده سريعا جدا 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 ديمو ازاي ممكن نعمل مايكرو سيرفيس وايه اللي انا محتاجه ليه. حلو جدا. كمان انا شايف ان اليوزر هيقدر يشوف التايم لاين فريم اللي حصل فيه ريكوستات، فلو سيرفيس معينه الريكوست راح ونام هناك شويه فتقدر تعرف ايه اللي حصل هناك بالظبط. طبعا انا عارف ان انا طولت عليك اكتر من المتفق عليه، فاخر سؤال بقى من الناس، انا بصراحه مبسوط جدا بالحلقه وبالديمو، وفي ناس باسل طلب الحلقه وهي هتبقى مرفوعه. يا باسل وزياد بيسأل بيقول لك what kind of matrices، فلو تقدر تجاوب. طيب. لو مش عاوز خلاص. طيب هو انت في الطبيعي الماتريكس اللي انت بتعمل لها اكسبوز للاي بي ام تول بتاعتك اللي هي انت من خلالها بتقدر تاخد ديسيشن زي ايه؟ زي الديسك ستورج، زي اللي احنا شفناه هنا بالظبط، زي الاي او اوبريشنز اللي بتحصل، زي الجي في ام لو انت شغال جي في ام بيست، او الميموري يوتيلايزيشن بتاعتك، زي اللوجز ايفنتس اللي بتحصل، زي طبعا البروسيس ان ميموري، الجاربج كوليكتور، اي حاجه انت بناء عليها تقدر تاخد ديسيشن ايه اللي حصل هنا. خلينا اديك مثال سريع جدا ما كنتش هقدر احله لمشكله انا قابلتها على البرودكشن، ما كنتش هقدر احلها ابدا غير لما رجعت في الحقيقه للجراف. في مشكله، في بطء حصل عندنا في سيستم ما، والبطء ده احنا ما كناش فاهمينه ايه سببه، وبعدها بفتره بعد البطء ده ما حصل بدانا نلاحظ ان رابت ام كيو بيكراش. ايه السبب؟ اوت اوف نو وير، محدش عارف. سالنا ديفوبس قال ما نعرفش، فتحنا اللوجز ما فيش اي سبب، مفيش كونكشن تايم اوت، ما فيش اي حاجه، رابت ام كيو في لحظه ما بيكراش. يعني قعدت سبنت sometime كده لغايه لما ربنا الهمني ان اروح ابص على اليوتيلايزيشن بتاعه السي بي يو وبتاعه الميموري على تول زي دي، فلاحظت حاجه يعني كانت هي السبب. لاحظت ان السي بي يو يوتيلايزيشن بتاعه رابت ام كيو في وقت معين في خلال اليوم بالليل السي بي يو يوتيلايزيشن بيعلى جدا جدا جدا، فعرفت على طول ان رابت ام كيو بيحصل عليه لود عالي جدا بالليل. فجبت البروديوسرز سيستم اللي شغال على رابت ام كيو، بدات اشوف الانتر اكشن مع رابت ام كيو، وفعلا وصلت للمشكله ان كان بيحصل لوب ما بين انفينيت لوب ما بين رابت ام كيو والسيرفر ده او المايكرو سيرفيس دي طول الليل قاعده تبروديوس على الرابت ام كيو. فحلينا المشكله دي والمشكله اتحلت. ما كنتش عمري هقدر اعرفها غير لو احنا عاملين اكسبوز للمتريكس بتاعه رابت ام كيو على داشبورد زي دي. سؤال اخير معلش انا بس بعرض الاسئله اللي تبقى ريليتد للكلام اللي اتقال، لو في حد كتب حاجه خارج يعني الحلقه مش بعرضها.
بخصوص الاجريجيت سيرفيس اللي انت اتكلمت بخصوصها؟ ان الاي بي اي جيت واي اكت از اجريجيتور. ممكن تعمل ده يا عمرو، ولكن مش ريكومندد لاكثر من سبب. احنا زي ما قلنا، انت لو انت بدات صح ومشيت صح هتنتهي صح. فلو احنا قلنا ان انت بتبني كل مايكرو سيرفيس عشان تعمل حاجه معينه، يبقى ما تعملش غيرها. فانت الاي بي اي جيت واي هو مش دوره ان هو ياجريجيت. الاي بي اي جيت واي هو دوره ان هو يراوت ريكوست. فما ينفعش ان انا اخد الفانكشناليتي واحط عليه حاجه مش بتاعته. طب ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي مشكله المينتينابيلتي، وما دام مينتينابيلتي يبقى في ديبلويمنت، ومكان ديبلويمنت يبقى انا بديبلوي الاي بي اي جيت واي لغرض غير اللي هو مبني عشانه اصلا. أنا في الله النهاية يكرمك، أنا الله حابب يكرمك أشكرك يا جدا زياد. بجد، السيشن كانت عظيمة و يعني الشرح كان كويس جدا، فوق الشرح بقى الديمو نفسها بصراحة كانت عظيمة. أنا مبسوط يعني إن احنا عملنا الحلقة دي سوا، وأتمنى ما تكونش الأخيرة، نتكلم في حاجات تانية سوا إن شاء الله. بصراحة يعني أنا مبسوط جدا إن أنت كنت معايا النهاردة، وبشكرك، وأكيد الناس كلها يعني اتبسطت أو اتعلمت حاجات كتير النهاردة. شكرا الله جدا، يكرمك يا أحمد، أنا أسعد، شكرا جدا، سلام. مع ألف سلامة. يا سلام.